مشاهدينا متابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، منورينا ومشرفينا على قناه الاهلي والاهلي الليله. الاهلي الليله زي ما احنا متعودين مع حضراتكم بيغطي كل اخبار نادي الاهلي في كل مكان وفي كل زمان. الاهلي الليله اكيد طبعا هنهتم النهارده بماتش الاهلي وحريه كوناكري، عشان كده هيبقى معانا بعد قليل النجم الكبير الكابتن حماده صدقي نجم مصر ونجم الاهلي عشان يتكلم باستفاضه على هذه المباراه الهامه جدا. واكيد برضه هيكون معاكم كابتن سيد عبد الحفيظ ان شاء الله في ليله المباراه ويوم المباراه عشان يتكلم بالتفصيل اكتر على هذه المباراه الهامه جدا. كان امبارح اتشرفت بلقاء ضيوف الكرام في ملعب الاهلي واتكلمنا على الحريه كوناكري الغيني واتكلموا المباراه، يعني في اراء في ثقه كبيره جدا في النادي الاهلي ان النادي الاهلي ان شاء الله هيحقق مكسب ومكسب مريح ومطمئن كمان لجماهيره، وفي اراء يقول لك لا خلينا يعني شويه ثقه. طبعا ثقه مطلوبه جدا لكن في شويه حذر خصوصا الناحيه الدفاعيه اللي بيغيب فيها لعيبه مهمه جدا في مركز قلب الدفاع، لكن الموجودين طبعا دايما رجاله وان شاء الله يكونوا افضل بكتير كمان. عايز اقول لكم ان التمرين لسه خلصان دلوقتي، هيكون معايا حالا دلوقتي كريم احمد عشان نغطي التمرين. معانا كريم؟ يلا كريم احمد، اهلا بيك. كابتن ميدو مرحب بيك كابتن ميدو، واهلا بيك واهلا بكل المشاهدين ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. مساء الفل يا كريم، وطبعا كان تمرين اكيد يعني هتوصفه لنا، قول لي ايه اللي حصل في التمرين قبل ما تقول لي القايمه لو كانت خرجت من الجهاز الفني. قبل ما ابدا معاك التدريب بقى كابتن ميدو، النهارده يمكن كان متواجد بكاري جسامه الحكم طبعا اللي ان شاء الله يكون متواجد ويحكم مباراه النادي الاهلي وفريق الحريه الغيني او فريق الحريه كوناكري الغيني يوم السبت ان شاء الله، كان متواجد على ملعب مختار الكريتش هو وطاقم التحكيم تدريبات كالعاده، ويمكن اكيد اي مباراه بتسند لبكاري جسامه بيكون متواجد هنا في ملعب الكريتش بيتدرب. ملعب طبعا انت عارف ملعب مميز جدا، والراجل يمكن هو كمان عارف قيمه النادي الاهلي. النهارده كان حتى صورناه طبعا بتمريرتنا الخاصه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي قبل انطلاق الامران اللي بدا في الساعه الخامسه عصرا. النهارده كان في محاضره فنيه كانت فيها تحكيم كبير جدا من الجهاز الفني بقياده مستر باتر الكابتن محمد يوسف، كنا قريبين شويه من الملعب بسامعين الكابتن يوسف بيتكلم على اهميه المباراه، اهميه الجمهور ودور الجمهور اللي بنتمنى يكون متواجد بكثافه التشجيع المثالي المعتاد لجمهور النادي الاهلي. فنيات موجوده واللعيب عندها اصرار وعندها جديه، لكن ينقص المسانده كابتن ميدو، انت عارف طبعا المباريات اللي بحجم هذه المباريات اللي بتوصلنا لدور اللي قبل النهائي او المباراه النهائيه لابد يكون ان شاء الله جمهورنا المعتاد متواجد بكثافه في استاد السلام، وده املنا اكيد اللي احنا بنتمناه من خلال جمهور النادي الاهلي. بدا النهارده التمرين كالعاده ببعض الاطالات الخفيفه، الجري خفيف. النهارده كان في بعض الفقرات التدريبيه خاصه مستر باتريك كارتيرون، كيفيه انهاء الهجمه، كيفيه انهاء الهجمه بشكل سريع، كيفيه الوصول الى المرمى باقل باص من نص الملعب. النهارده كان مركز على الاطراف من عند احمد فتحي حلول، كان بيبدل معاه محمد يمكن ناصر ماهر، كان مميز النهارده. صلاح محسن كان ليه تاثير كبير وكان ظاهر بشكل رائع، حسام عاشور. اللعيبه كلها بصراحه كابتن ميدو من خلال رؤيتنا في تركيز في حماس، يعني نقدر نقول ان المباراه اللي جايه مباراه نهائيه وليس مباراه تؤهلنا الى دور ربع النهائي، ده اللي احنا لامسينه. وده الكلام الكثير اللي بيتكلم معاه عليهم مستر باتريس وكابتن محمد يوسف، سواء جلسات منفرده مع اللاعبين، جلسات جماعيه، محاضرات مستمره على كريم حاول تطلع في مكان تكون السيجنال فيه كويسه يا كريم. يعني الصوت بيقطع شويه. يعني كده كريم؟ اتفضل يا كريم. الحاجه اللي بنقول عليها يمكن ميدو جابر، ميدو جابر ظهر في التدريبين اللي فاتوا امس واول امس بشكل مميز واعلن جاهزيته بالفعل لمباراه حريه كوناكري الغيني، لكن النهارده يمكن من خلال التدريبات ومن خلال متابعتنا للتدريب يمكن ميدو الكوره كده وقف مره واحده وجاله اللعيبه كلها يمكن جريت عليه والجهاز الطبي الدكتور خالد محمود وخرج على اثارها مباشره من الملعب. واضح ان الخلفيه ثانيه يا كابتن ميدو، لكن احنا لسه حتى هذه اللحظه مستنيين طبيب النادي الاهلي. طيب كريم ممكن نجيبه تاني برجاوي لو سمحت، ممكن نجيبه على التليفون تاني لغايه لما يجي لنا كريم. يعني كنت اتكلمت مع حضراتكم على موضوع الخلفيه تحديدا او العضله الخلفيه تحديدا لغايه لما يجي كريم، انا مش عايز اتكلم ونقطع الكلام تاني. لو جاهز يلا يا محسن، لو جاهز دخله لنا. طيب كريم اكد على التواجد الجماهيري وحرص الكابتن محمد يوسف، مش محمد يوسف بس اكيد، يعني اكيد من اول الكابتن محمود الخطيب دايما بيقول الجمهور رقم واحد، وطول عمرنا بنقول الجمهور الاهلي رقم واحد، وهنتكلم تحديدا على جزئيه الجمهور وهتكلم معاكم في موضوع الجمهور تحديدا، وفي شويه نقاط كده هتكلم معاكم فيها مهمه جدا ولازم كلنا نتفهمها وكلنا نحاول ان احنا نعملها على الاقل حتى نعمل 70% منها. الجمهور طب اتفضل كريم، اتفضل يا كريم. طبعا بنتاسف لجمهورنا طبعا على الاستطاعه لا اتفضل
اتكلم معاك طبعا. كنا بنتكلم على ميدو جابر وعوده الاصابه العضله الخلفيه تحديدا. بالظبط، احنا يمكن حتى هذه اللحظه طبيب النادي الاهلي خالد محمود منتظرينه عشان نطمن على ميدو، لكن واضح ان هو مسك الخلفيه ثاني في التدريب يعني بنسبه كبيره كده مع الماتش اللي احنا شفناه النهارده. عايزين ناكد ان ميدو مش هيبقى موجود، بس برؤيتنا كابتن ميدو ان ميدو جابر النهارده يمكن الفتره الخلفيه عادي تسليه ثاني بطاره كبيره طبعا. فبنتمنى يكون متواجد، عندنا عدد قليل جدا من اللعيبه الاصابات في باب لاك كبير جدا بيضرب النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي الجهاز الفني الاصابات الكثيره جدا دي، فقدان سعد سمير زي ما انت عارف، محمد نجيب، عمرو السوليه، مروان محسن، عدد كبير جدا يا كابتن ميدو بنفقده، لكن صفاتهم كبيره في لعيبه النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي زي ما بنقول الاهلي بمنحدر. ان شاء الله تكون مباراه جيده، ان شاء الله النادي الاهلي يكون على قدر المسؤوليه، وباذن الله ان شاء الله كل الامور موفقه ومهيئه كمان للعيبه النادي الاهلي. نقطه كمان يا كابتن ميدو عايز اتكلم معاك فيها، خلاص التدريب انتهى بالنسبه لفريق النادي الاهلي، البروجرام بالنسبه للغد، الغد هيكون يوم شاق شويه بالنسبه للجهاز الفني ولعيبه النادي الاهلي، صباحا هيكون في الاجتماع الفني الخاص بالمباراه، الامور الروتينيه المعتاده وصول اللاعبين قبل المباراه طبعا بساعه ونص، عدم الاعتراض على التحكيم الجاي اللي هيكون لحارس المرمى ولعيبه النادي الاهلي وايضا كمان فريق سفريه هناك بيليه الساعه 5:30، الاجتماع والمؤتمر الصحفي لمستر باتريس ولاعيبه والجهاز الفني للنادي الاهلي هيكون متواجد طبعا. كابتن فريق النادي الاهلي لم يتحدث حتى هذه اللحظه، لكن مستر باتريس وكابتن فريق النادي الاهلي هيكون متواجد في حسام عاشور او احمد فتحي هيكونوا متواجدين في الساعه 5:30 على ملعب السلام. 6 مساء هيكون التدريب الاخير على ملعب السلام اللي هيستقبل المباراه بالنسبه للنادي الاهلي. الساعه 7:30 هيكون المؤتمر الثاني، مؤتمر فريق حريه كوناتري الجيني. الساعه 8 مساء هيكون المران الرئيسي والنهائي لفريق حريه كوناتري، وكالمعتاد 15 دقيقه تكون مسموحه لكل وسائل الاعلام لتغطيه تدريب النادي الاهلي وتدريب حريه كوناتري الجيني. ويبقى ان شاء الله كابتن ميدو كل التوفيق للاعبتنا والجهاز الفني، ان شاء الله يكونوا موفقين في هذه المباراه. اكيد يا كريم. طمني على السوليه، كنا سمعنا ان في تفاؤل ان السوليه بدا يتعافى. السوليه يمكن يعني نقدر نقول ان هو خلاص بيخش في البرنامج النهائي ليه بعد طبعا المجهود الكبير اللي بذل من الجهاز الطبي وطبعا كمان التاهيل كابتن حسين عبد الدايم دكتور عبد العزيز، في مجهود كبير جدا بذل من هؤلاء طبعا الكابتن عمرو السوليه، لكن فقدانه ده يمكن قلناه عمرو السوليه مش هيكون متواجد في المباراه، مباراه حريه كوناكري. بنتمنى ان هو يكون كان يبقى موجود، لكن انت عارف كابتن ميدو بياخد وقت شويه، الضمه بتختلف عن العضله الخلفيه او العضله الاماميه، لكن عمرو ان شاء الله يكون متواجد باذن الله عقب انتهاء المباراه، يكون في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي ان شاء الله. كريم، القائمه طلعت ولا لسه؟ لا لسه كابتن ميدو بالتصريح حتى هذه اللحظه لسه لم تاخد القائمه من النادي الاهلي. طيب انا هستناك واكيد الجماهير هتستناك عشان نتعرف على القائمه اول ما تجي لك يا كريم، هنبقى معاك في تواصل ان شاء الله علشان نطمن كل جماهير النادي الاهلي. كريم احمد شكرا جدا ليك على هذه التغطيه المميزه. اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده عن الاصابات، واتكلمنا عن اللعيبه المصابه، واتكلمنا تحديدا على اصابه العضله الخلفيه. اصابه العضله الخلفيه قلت لكم قبل كده ان العضله الخلفيه دي عضله تحس ان انت خلاص بقيت كويس جدا وسليم جدا وتنزل التمرين في ثانيه بتجي لك العضله الخلفيه تاني، عضله خداعه جدا، احنا بلغه الكوره كده بنقول عضله خداعه. يعني قدر الله ما شاء فعل ميدو، ان شاء الله تتعافى منها مره ثانيه وان شاء الله تكون ابسط من ما جات لك في المره الاولى. لكن اتكلمنا كمان وكريم اكد كمان على اهميه التواجد الجماهير. يا جماعه لما بنسمع او بنشوف بعض الصفحات بتقول يعني مش عارف مش عايز اقول بنقول ايه بالظبط، لكن مفيش حاجه، وباكد عليكم دايما في النقطه دي، مفيش حاجه ممكن يعملها النادي الاهلي وهيتاخر فيها. افهموا كلامي، الكلام مش هينفع يتقال صراحه عشان ساعات الصراحه بتودي في داهيه، لكن الاهلي من اول ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم في الاهلي استحاله 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 تاني يكون في ايده حاجه يقدمها لجماهيره وما يعملهاش. يعني احنا كلنا كمنظومه نادي اهلي الشغل الشاغل لينا في الاول وفي الاخر هو ارضاء جماهير النادي الاهلي، وانتم عارفين انا ما بقولش اي كلام وخلاص. فلو سمحتوا مش هندعو ان الجماهير تروح النادي يعني مش او تعزل فريق النادي الاهلي، ده طبعا استحاله. انا عارف الجماهير الاهلي يعني لو فين الاهلي بيلعب بيروحوا، لكن عايزين التواجد الجماهيري بقوه وبكثافه، وعايزين نشجع فرقتنا. وقلت لكم امبارح مش عايزين نخرج عن اي حاجه علشان احنا محتاجينكم كنادي اهلي، محتاجينكم ومش عايزين نخرج عن النص علشان ما نتحرمش منكم تاني. افهموا الكلام واعقلوه واعرفوا، باكد عليكم وباكد عليكم كل تواجد ليا معاكم ان النادي الاهلي دايما بيحرص في الاول والاخير على ارضاء الجماهير الاهلاويه فقط لا غير. احنا هنا في قناه النادي الاهلي قناه لارضائكم انتوا بس.
مش قناه تنافسيه يعني زي ما البعض فاهم. احنا عاملين قناه نادي الاهلي لارضاء جماهير النادي الاهلي في المقام الاول والاخير فقط لا غير. وده اللي انا حابب اتكلم معاكم فيه. كام نقطة كده أتكلم معاكم قبل ما نروح لفاصل عشان نستقبل ضيفنا الكريم. مش هينفع دقيقة خالص أنا أجاوب بصراحة. طيب ماشي، ما نطلع فاصل ونرجع نتكلم تاني وبعد كده نستقبل الكابتن حمادة صدقي. لكن مباراة نتكلم عن أهمية المباراة، وأنتم عارفين أهمية المباراة. بنلعب في قبل نهائي في ربع نهائي دور دوري أفريقيا للناس، يعني لما بنغيب شويه الناس بقى بتطلع احنا في الدوري واحنا اول الدوري واحنا تاني الدوري واحنا بعيد خالص، احنا في حته تانيه خالص في افريقيا مهتمين ببطوله يعني كبيره جدا بتودينا كاس العالم للانديه، فاكيد شغلنا الشغل هيبقى فيها. بعد كده طبعا لما نفضل الدوري خلاص بقى، انتوا عارفين الدوري ما شاء الله 40 دوري يعني، فاللعبه لعبتنا اللعبه لعبتنا، فما تقلقوش من حاجه خالص. ان شاء الله الاهلي هيرجع لمكانته الطبيعيه جدا جدا. عندنا مباراه يوم السبت مهمه جدا ان شاء الله نجتازها باقناع. مش عايزين نفتكر او نقيم فريق النادي الاهلي في مباراه حريه كوناكري الغيني لمباراه الذهاب، ملعب ما ينفعش تلعب عليه اساسا كوره خالص، جو صعب جدا. الضيوف الكرام امبارح قالوا ان ما ينفعش، بس الحاجه السلبيه الوحيده ما ينفعش ابقى انا الدنيا مش مظبوطه حواليا، الملعب وحش، الجو وحش، مش عارف ايه، وانا ما اديش او انا ابذل قصارى جهدي. فانا طبعا بتفق معاهم، لازم في كل الاوقات ان انا حاسس الناس انا بعمل كل حاجه، بس في ظروف خارجه عن ارادتي، ملعب بقى، جو، ضغط، ايا كان، لكن بعمل اللي عليا، وده اللي متعودين منه بصراحه من رجاله النادي الاهلي. عشان كده بقول لكم ان مباراه الذهاب ليست مكان او محل لتقييم لاعبي النادي الاهلي بالمره. نطلع فاصل وارجع اكلمكم في النقاط اللي عايز اتكلم معاكم فيها قبل ما استقبل ضيف الكريم الكابتن حماده صدقي. فاصل، استنوني. اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني نجم مصر ونجم الاهلي الكابتن الكبير الكابتن حماده صدقي، منور الدنيا. كابتن يا حبيبي، ربنا يخليك. عامل ايه؟ موجود معاك النهارده والله. ربنا يخليك يا رب. كله تمام الحمد لله. طمنا عليك في الاول. لا كويس، كله تمام. كله تمام الحمد لله. واخبار الكوره والتدريب؟ لا شويه مريحين شويه. لما بتريح من التدريب يا كابتن احساسك ايه؟ لا سؤال بسرعه كده. بتبقى متضايق وزعلان عايز ترجع الملعب تاني. ولما بتشوف الدنيا ماشيه ازاي خصوصا في مجال التدريب؟ لا عادي، ده طبيعي يعني، بيحصل في الاجواء كلها طبيعي جدا يعني. هي كده الدنيا ماشيه كده يعني. ما يجيلك بس يا ربنا يجيب الخير يعني، تبقى حاجه مناسبه حاجه كويسه. بتيجي حاجات بس بحس ان لا مش يعني مش هتبقى منتج فيها. مش شكلك؟ لا مش حاجات شكلي، حكايه انت بتفكر وبتدرس كويس كل حاجه بتجيلك. فلازم تدرسها كويس قبل ما تاخد قرار. فبعض حاجات جت كده الفتره اللي فاتت ما كانش طموح يعني. شايف ان في عداله تدريبيه في مصر؟ كل واحد بياخد نصيبه يعني، حته العداله هو مش نصيب، العداله التدريبيه. بقول لك كل واحد بياخد نصيبه يعني. ما اقدرش اقول عداله يعني. يعني لكل مجتهد النصيب، بتبقى تيجي لك اوقات كده بتضرب فيها كويس بشكل كويس. انت قصدك على الاقالات والحاجات دي؟ بص، نزع التواجد التدريبي بشكل عام، موضوع التدريب بشكل عام، هل هو يعني مش عايز اقول الناس مستحقه لانها فترات، هي فترات بتبقى انت شغال بشكل كويس، في فتره بترتاح شويه، تبقى انت محتاج الفتره دي عشان تبتدي تجدد طموحاتك تاني وتشتغل بشكل كويس. فدي بتبقى يعني بتبقى كويسه للمدرب يعني. انت يعني ما تقدرش تبقى انت مستمر طول الوقت. اكيد طبعا بيجيلك وقت محتاج تاخد راحه شويه، بتعيد حساباتك في حاجات كتيره، في الفني وحاجات كتيره يعني. عشان تبتدي ترجع تاني تعمل حاجه كويسه، تعمل انجاز لنفسك والحته اللي شغال فيها، فده كويس بالنسبه للمدرب يعني. طب اسالك سؤال بطريقه ثانيه. اتفضل. بعيد عن النصيب. طبعا كل حاجه، طبعا احنا مؤمنين طبعا بالله طبعا، وعارفين طبعا قد ايه النصيب طبعا يعني حاجه بتاعت ربنا. لكن بعيد عن النصيب، هل الكابتن حماده صدقي بيشوف ان كل واحد في مكانه يستحقه؟ وانت قاعد بعيد بقى عن يعني، انت قاعد دلوقتي في اجازه وشايف الدنيا قدام عينيك في الطبيعي، بلاش نقول في مصر. سؤال صعب جدا يعني.
سؤال صعب. لا ممكن ما تقدرش تقول يعني تقول ده فلان ايه ده ده فين ماسك المكان دوت المفروض ما يبقاش موجود في المكان. لا يعني كل واحد بياخد فترته بياخد وقته وبيشتغل وبيقعد ويرجع يشتغل تاني. هو التدريب كده. ده انا قصدي يستحق كقدرات تدريبيه كفكر تدريب ما غير الجو اللي احنا عايشين فيه. بص كويس بتلاقيه مستمر بتلاقيه بيشتغل بيبقى يعني كده مش ما تقدرش تقول ده في مكانه ولا مش في مكانه. كل واحد بيعدي في مراحل بتعدي في نادي صغير نادي كبير طموحات بطوله طموحات اهداف اهداف بتحققها. يعني مش كل الناس هتاخد الدوري ومش كل الفرق هتقعد في الدوري. في ناس بتنافس على منطقه معينه بيحقق هدفه نجح يعني قعد في الدوري نجح. بعض الانديه في انديه بتحقق عايزه توصل المركز الرابع نجحت يبقى ده هدف يتحط قبل الموسم. في نادي بياخد بطوله يبقى ده نجح وحقق الهدف بتاعه. فكل واحد التقييم باخر الموسم ده حقق ايه حقق الهدف اللي كان معمول مع مجلس الاداره مع النادي نفسه في المكان بتاعه نجح يبقى خلاص نجح في مكانه. والعمليه التدريبيه بتصير بالشكل اللي حضرتك بتتكلم فيه كده تقييم بيبقى مظبوط المقيم نفسه هل هو يعني في حاله تسمح له ان هو يقيم مدرب؟ لا مش كله. يعني في بعض الانديه في كل الدرجات في الثانيه والممتاز وكله ما بيبقاش عندهم تقييم على ارض الواقع. يعني انت عارف امكانيات فرقتك في كل حاجه الامكانيات الماليه البشريه اللي معاك اللعيبه اللي معاك الحاجات دي كلها بتبقى ليها مكانها هتبقى موجود في المكان في الحته دي. هل انت حققت المكان في مجلس اداره؟ بيقول لك لا ما بقاش عنده الامكانيات دي كلها. يقول لك احنا عايزين نخش المربع الذهبي. طب الاماره ايه؟ فانت بتقيم كل يعني لو مجلس اداره فاهم كويس بيقيم حاجه واقعيه عنده ان التيم بتاعه ده هيوصل فين. بالتقييمات كلها ناس فاهمه ناس عارفه المنافس بتاعك بقاش انت بتصرف مثلا مليون وواحد بيصرف 10 بالظبط عايز تبقى انت تاخد مكانه بالظبط ما ينفعش. مش الماده بس في حاجات كتيره طبعا في حاجات كتيره اسم النادي الجماهيريه الاعلام الحاجات دي كلها بتدفع الاحترافيه كمان كل حاجه بالظبط هي اللي بتدفع يعني ممكن واحد اقل ماليا ولكن عنده مقومات تانية عنده لعيبه عنده اداره عنده جماهير عنده اعلام ده كله دي قوه دي حاجات كتيره بتبقى موجوده هي اللي بتديك الدافع تبقى موجود في المكان دوت تمام لكن الاثنين زي بعض في كل حاجه ولكن فرقة في حاجه في الماده في حاجه في اللعيبه في الملعب فلازم اقيم كويس عشان ابقى واقعي في تقييمي يعني اكيد يعني بصراحه ما بصدق يبقى معايا ضيف جميل زي كده حبيبي حماده ويعني انا بقول بتاع كوره اللي هو يعني بتاع كوره صنايع الكوره ربنا يخليك فاسئلتي بحب اطلعها علشان الساده المشاهدين بيبقوا يعني مستنيين حد زي حضرتك يتكلم بمنتهى الصراحه لو قلنا بنسب المدرب المصري جاني ولا مجني عليه بنسب مش عارف يعني اسئله يعني ايه دي بتاعت اصل في ظروف كتيره جدا يعني انت كمدرب بتبقى ممكن تبقى كويس جدا يعني عندك امكانيات تاهلك يعني كويس بس الادوات اللي معاك مش مساعداك بالظبط اخترت مكان غلط عشان كده سالتك السؤال ده تحديدا اخترت مكان غلط والادوات اللي معاك ما ساعدتكش تقدر تحقق هدفك. ممكن مدرب اقل شويه ولكن في مكان امكانيات تسمح له. طب المدرب مش بيبقى عنده فرصه الاختيار يا كابتن حماده؟ يعني الكابتن حماده صدقي اتعرض عليه نادي مقاومته 1 2 3 4 الكابتن حماده صدقي صاحب الاختيار في الاول وفي الاخر. بص في ناس يعني في ناس بتتنازل عن حاجات معينه عشان يدخل الموضوع يبقى موجود في يبقى موجود في الساحه. وفي ناس تقدر بتقيم كويس تقدر هتضحي بحاجات كتيره عشان لما تروح مكان تروح مكان صح. ففي ده وفي ده في ناس يعني مش مهم اروح اي حته ابقى انا متواجد في الساحه وخلاص. دي مش عندي يعني في بقى عند ناس بعض لكن لازم تقيم صح لو اي حاجه قدامك عشان تقدر تختار حاجه تقدر تنجح فيها. كم مره جالك تليفون يا كابتن حماده في نادي معين انت قلت لا قال لك يا كابتن حماده خليك متواجد؟ لا ما حدش قال لي خليك متواجد لكن جالي كتير انا درست اكتر من حاجه ورفضت حاجات كتير. طبعا يعني طبعاً. لظروف للاسف محن. للاسف المتواجد هو اللي شغال دلوقتي يعني انا اللي بقول انت مش ده يعني اكتر نادي كابتن حماده دخله وخرج منه وهو زعلان قوي وحاسس ان هو كان هيحقق فيه حاجات كبيره جدا لكن الظروف كانت بتقول له لا انت لازم ما تمشي
بص مش هقول تجربه سموحه، تجربه سموحه كانت بالنسبه لي ناجحه بنسبه 100%. ويوم ما خرجت خرجت من الباب العالي زي ما بيقولوا يعني. ما كنتش زعلان خالص. وحققت فيها يمكن احسن حاجه عندي في على المستوى الشخصي في التدريب، اللي انت بتاخد احسن مدرب، بتوصل وصيف دوري وصيف كاس، وتخسر الدوري بهدف. فده بالنسبه لي شايفه انجاز بالنسبه لفرقه زي سموحه. تاني تجربه كانت وادي دجله، كانت بالنسبه لي تجربه كويسه جدا جدا. يمكن قعدت موسم معاهم، حققنا مركز خامس، اول مره يحقق الوادي دجله المركز دوت في الدوري. كان قعد فتره بيقعد في الدوري باخر ماتش بتاع لا احنا قعدنا قبل الدوري بس بست اسابيع وخدنا مركز خامس. الترتيبات اللي كانت الموسم الجديد كنت مرتب حاجه ورق معين ولاعيبه معينه عشان اعلى بقى من المكان الخامس لحته تاني. ما ده ما حصلش في دجله، في دجله ما حصلش. لكن ما حصلش لسياسه نادي ان هو عايز انا كنت بتكلم امبارح مع مسؤولين الدجله، احنا عايزين نطعم بالناشئين وعايزين يبقى عندنا وفره في الناشئين، مش عايزين نصرف كتير. ده اتجاه الوقت السائد. حاولت اعمل موازنه بين الاثنين، اللي انت توصل للمرحله وتبقى ما نفعتش. هو ده كان لازم. ده كان لازم، وكان سياسه النادي انت بتمشي برضو على سياسه النادي، لازم تبقى قاعد أكيد. عندك اهداف. الهدف ما كانش ممكن يوصل بالطريقه دي. يعني حتى جالي جه بعد كده بعد اللي مسك مني وقابلته، قعدت معاه مستر كارتيرون لما مسك الاهلي ده، هو اللي جه مسك بعدي وقعدنا مع بعض واتكلمنا. برضو هو حقق، بس هو عمل تدريبات كتيره. يعني بعد في يناير عمل تدريبات كويسه قوي، وصل برضو مركز خامس. يعني ما كانش يقدر يوصل اكتر من كده. لكن انا كنت حاطط بعض لعيبه معينه تبقى متواجده معايا. انت بتقيم موسم عدى طلعت خامس فيه وكنت ممكن توصل اكتر من كده. ولكن عملت ورقه عمل تدعيمات معينه تبقى موجوده السنه اللي بعد كده. يمكن ما حصلش اتفاق موافقه عليها. لا اتفاق في حاجات كتيره، مره من مجلس اداره، مره من اللعيبه نفسها. كانت محتاج بعض العناصر اللي تقدر تنافس بيها في المنطقه اللي انت رايحها. انت بتاع عايز تطلع رابع، فبتشوف مين بيطلع رابع، مين الفرق اللي هي عامله تدعيمات ازاي، بتصرف ازاي، لازم تدرسها كويس وتحللها كويس عشان تبقى انت قريب، تبقى زيها عشان تقدر تخش في المكان ده بالظبط. فلقيت الكلام ده مش موجود. يعني حصل يعني ما قدرناش نوصل للحاجات اللي كانت مطلوبه عشان توصل للرابع او الثالث. ده كلها ليها حاجات ليها مقاومات ما كانتش موجوده. فما قدرناش نكمل. يمكن في بدايه الموسم انا يعني اعتذرت. كنا بنتكلم في الموضوع ده كان امبارح مع الكباتن الكبار، كابتن عادل طعيمه والكابتن ماهر همام والكابتن شريف عبد المنعم، بنتكلم في نفس الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه. ما ينفعش، لان دجله احنا كنا بنحبها طبعا، مؤسسه كبيره. لا بص هي مؤسسه احترافيه بمعنى الكلمه، واحترافي بجد. احترافي كمان، هو ماجد سامي احترافي من العيار الثقيل. فلما تيجي تبص، طب ليه كله ناشئين بنسبه 90% وحوالي بس 10% خبرات؟ اعتقد ان بتبقى الموضوع لا محتاج شويه خبرات زياده. لا اكلمك بصراحه على دجله. بصراحه دجله صرف مصاريف كتيره جدا جدا. كان مشروع عامله اسمه مشروع الجيم جي. كان بيجيب الناشئ من عنده مثلا 12 سنه بيقعد معاه لغايه 17 سنه. وفي منهم ناس نجحت وطلعت بره على طول، ما لعبوش في الدوري المصري خالص ولا في الناشئين ولا في اي حاجه. طلع وعنده 17 سنه، اللي هو كان مقر التدريب بتاعه في السخنه. في السخنه بالتمام. لعيب زي اسمه زيزو من المنيا دوت، لعيب كويس جدا. طلع كله بيروح ليرز، ومن ليرز بيروح انديه ثانيه، لانديه في فرنسا وفي اليونان والبرتغال، بيلفوا يعني. وفي مجموعه ما نجحتش رجعت النادي. فدولت اتصرف عليهم كتير جدا. فكان لازم عليهم تواجد في دجله، في النادي في مصر بالظبط. يمكن في عناصر منهم نجحت زي محمد هلال، كريم حافظ، ده كله ده من المشروع بتاع الجيم جي. فهمت. ففي مجموعه تاني موجوده بتلعب لغايه النهارده، متواجده مع التيم. فالنادي صرف على الناس دي مبالغ كبيره جدا وعشان يصقلها ويعملها تبقى متواجده في التيم. يعني استغنى عن حته ان انا اشتري بقى بالمبالغ الكبيره اللي احنا شايفينها دي من بره. لا، انا اعتمد على القطاع اللي عندي، قطاع الناشئين والاكاديميه اللي موجوده ديت بتاع الجيم جي. يعني يمكن دجله لسه ما جناش ثمره بالظبط لسه. قدامه استاذنك هناخد كريم احمد يقول لنا قائمه الاهلي ونرجع نتكلم في موضوع دجله. كريم احمد اهلا بيك. بجد التحيه ليك يا كابتن ميدو وكل طبعا المشاهدين ومتابعيك. ابدا معاك قائمه النادي الاهلي من لحظات، يمكن لسه طالع حالا الشناوي وتحركات المرمى. واحده واحده بقى عشان اكتب وراك. اوكي يا كابتن يلا. الشناوي، شريف اكرامي، تمام، علي لطفي، تمام، احمد فتحي، تمام، سليم كولوبالي،
تمام. ايمن اشرف. علي معلول. حسام عاشور. حسام عاشور. هشام محمد. هشام محمد. وليد سليمان. وليد سليمان. وليد ازارو. وليد ازارو. صلاح محسن. صلاح محسن. مؤمن زكريا. مؤمن زكريا. حمودي. حمودي. محمد هاني. محمد هاني. اكرم توفيق. اكرم توفيق. باسم علي. اخيرا باسم علي. كريم ندفد. ندفد. اسلام محارب. اسلام محارب. واحمد حمدي. احمد حمدي. يمكن اللي لفت النظر طبعا ان ناصر ماهر. ايوه يمكن احنا كنا شايفينه النهارده متالق في التدريب، لكن واضح ان هي رؤيه فنيه للمستر باتريس كارتيرون. سالنا ناصر هل بيشتكي من اي حاجه يعني بالنسبه له الاصابه ايه؟ قال طبعا هو يعني اللي احنا اتاكدنا منه هو كان راجع من الاجهاد او كان راجع من بعض الاجهاد، لكن النهارده كان ظاهر بشكل مميز، فواضح ان هي رؤيه فنيه لمستر باتريس كارتيرون. لكن ناصر ما بيشتكيش من اي حاجه كابتن ميدو. ينضم له زي ما قلت لك ميدو جابر اللي يمكن اللي كان لسه طالع من لحظات غايه الطابع طبعا النادي. سالناه بشكل شخصي، يمكن انا بشكل شخصي قال يمكن هي الخلفيه ثانيه يا كريم، يعني رجع ثاني من جديد عنده سوء توفيق ميدو، كنا بنتمنى ان شاء الله يكون متواجد معانا، لكن ان شاء الله باذن الله تكون المباراه من نصيبنا. عدد غيابات كثيره جدا يا كابتن ميدو طبعا كده بيبقى متواجد في مباراه الحريه كوناكري، لكن ان شاء الله الاهلي بما الحضر ان شاء الله تكون المباراه من نصيبنا باذن الله يا كابتن ميدو. تمام، يعني ناصر ماهر فعلا كنت اسالك عليه يا كريم، لكن ماشي هي رؤيه فنيه مش عارف بقى يعني قرصه ودن يعني هنقول زي ما نقول، لكن هو الجهاز الفني طبعا الادرى في الاول وفي الاخر. كريم احمد شكرا جدا ليك يا كريم على هذه التغطيه المميزه. اقول لكم بسرعه تاني قائمه النادي الاهلي اللي هتلعب ماتش حريه كوناكري الغيني يوم السبت ان شاء الله. الشناوي، شريف اكرامي، وعلي لطفي، وفتحي، كوليبالي، وايمن اشرف، وعلي معلول، حسام عاشور، هشام محمد، وليد سليمان، وليد ازار، وصلاح محسن، مؤمن زكريا، وحمودي، ومحمد هاني، واكرم توفيق، وباسم علي، وندفد، واسلام محارب، واحمد حمدي. خرج من القائمه ناصر ماهر. ناصر ماهر فجأة لا يعني متهيألي كان وجوده كان مهم لو سليم طبعا، يمكن هو ما اداش في المباراه الاولى بالشكل اللي احنا كنا منتظرينه، يمكن ظروف المباراه نفسها ما ساعدتوش خالص. نقول ارضيه الملعب، نقول الضغط اللي كان موجود في نص الملعب، ناصر كان محتاج يعني الملعب هنا يبقى كان بالنسبه للنصر يبقى كويس، يعني كنا محتاج برضو انت بتحتاج واحد رابط في نص الملعب كويس قوي. هو جاي يعني هو يمكن ما قداش لسه شفناهوش زي ما كان في سموحه، لكن هو بيعمل لمحات كويسه جدا كل مباراه، بتلاقي موصل لك ثلاث اربع كور للجون، عامل شكل كويس، ربط كويس. متهيألي كان الماتش حسب بقى يعني رؤيه المدير الفني، لكن على المستوى الشخصي انا بحب يعني مقتنع بيك في مكانه في النادي الاهلي في المكان دوت، المكان اللي كان بنعاني منه بشكل كبير بعد يمكن خروج عبد الله السعيد في المكان دوت. وعبد الله احنا صبرنا عليه كتير قوي، يعني قعد فتره طويله كبيره قوي مع النادي الاهلي ما كانش بيأدي، لكن هو اخر سنتين ثلاثه يمكن ادى بشكل كويس جدا، فافتقد النادي الاهلي المكان دوت. يمكن غياب حسام غالي واعتزاله، كانت حسام وعبد الله كانوا عاملين في رابطه كبيره بيعملوها بشكل اللي هو بيحضر من تحت، صنع لعب اللي من تحت، صنع اللعب اللي قدامه، اجاييه في يعني الغيابات دي كانت مؤثره بشكل كبير في اداء النادي الاهلي يمكن من بدايه الموسم. يمكن النادي الاهلي بيأدي نتائج طبعا نسبه 100% رائعه، ولكن الشكل والاداء اللي كنت بتشوفه، هويه النادي الاهلي، يمكن غياب العناصر اللي هي بتأدي الشكل دوت اثرت في الشكل بتاع النادي الاهلي في اداءه بشكل عام. تمام. في ماتشات كتيره يمكن الراجل يمكن اجرب في مباراه واحده بس او في اخر مباريات كان بيروح منزل عامل 4-4-2 صلاح محسن وازار. بدا مباراه الحرس بالشكل دوت، لا الموضوع صعب جدا يعني. فطبعا ناصر كان قلنا هيعوض المكان ده بشكل كبير، ممكن يكون اصابه، ممكن يكون اداء المباراه الاولى قدام حريه الغيني ما كانتش على المستوى اللي احنا كنا عاملينه في ناصر ماهر، يشتغل بالشكل اللي هو يصنع اللعب، لكن اتقطعت منه كور كتير جدا، اكتر لعيب يمكن الاحصائيات كلها كانت ضده، فالتمرير في الباص، التمرير في الكره كانت بتطلع برجليه بشكل كويس، تعطيل اللعب يمكن ظروف الملعب نفسها الارضيه
ما كانتش محتاجه ان انت تقدر تحضر فيها كتير. برغم ذلك انت مضيع فرصتين في الاخر بتاع صلاح محسن بالزبط. اللي دايما النادي الاهلي بيلعب عليها في الماتشات اللي بره، بيقفل كويس جدا، بيعمل ضغط في وقت معين، بيقسم سيناريوهات كثيره للمباراه. لا اتكلم مع حضرتك بالتفصيل عن المباراه واللي شفته من سلبيات وممكن نعالجها ازاي، لكن استاذن حضرتك بس اقول الخبر المهم لجماهير النادي الاهلي. الاهلي بيعلن موقفه النهائي من خوض السوبر المصري السعودي. اصدر النادي الاهلي بيانا رسميا حول موقفه النهائي من المشاركه في السوبر المصري السعودي الذي اعلن مساء اليوم. وقال النادي في بيان نشر في الموقع الرسمي كالتالي: كل ما نشر أو أشيع في السابق عن اعتذار النادي الأهلي عن المشاركة في كأس السوبر المصري السعودي غير صحيح. تحفظ النادي الأهلي كان على توقيت المباراة 8 من نوفمبر 2018 والتي ستتعارض مع التزاماته الأفريقية في حالة وصول نهائي البطولة. وهو ما أرسله النادي الأهلي لاتحاد كرة القدم في خطاب رسمي في الأسبوع الأول من أغسطس. أما إقامة المباراة في المملكة العربية السعودية التي نكن لمقدستها ولجماهيريتها كل الحب والتقدير، فلم تكن أبدا هي محل الخلاف. كلام مهم جدا هنعيده على حضراتكم أكيد. وأضاف: أما عن المباراة القادمة بين النادي الأهلي ونادي الهلال في الرياض على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تحدد لها يوم 6 أكتوبر، فقد تواصل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مبديا رغبة الاتحادين المصري والسعودي في إقامتها احتفالا بذكرى حرب أكتوبر المجيدة وتوطيدا للعلاقات المتميزة بين الشعبين الكبيرين. وبعد دراسة الاقتراح مع أعضاء مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، أبدى الكابتن الخطيب استعداد النادي الأهلي وترحيبه بإقامة المباراة في حالة الاستجابة لطلب النادي الأهلي بتأجيل مواعيد ارتباطات فريق كرة القدم في البطولة العربية وبطولة الدوري العام وتعديل مواعيد مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي بطولة أفريقيا لأبطال الدوري في حالة بلوغ النادي الأهلي إن شاء الله لهذا الدور. ونحن في انتظار رد الاتحاد المصري لكرة القدم بعد التنسيق مع الاتحاد العربي والاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتفاق مع الاتحاد السعودي على تفاصيل وترتيب إقامة المباراة. نادي الأهلي بيرحب دائما بأي حاجة في مصلحة الكرة عموما وفي مصلحة الرياضة العربية، فأكيد النادي الأهلي هو خير مثال لهذا الكلام. كان مطلوب التوضيح ده من فتره طويله. يمكن كان في لغط في اقامه المباراه، ناس اتكلمت قال لك الاهلي يعني كله كلام على المواقع ان الاهلي لا لازم السوبر ده بين بطل الدوري وبطل الكاس ويكون في القاهره. النادي الاهلي اعتذر عشان لسبب ما، لكن كان كلها اجتهادات من بعض المواقع. كان لازم البيان ده من الاول خالص موجود، النادي الاهلي كان يصدره، يمكن اتاخر شويه البيان. وكان واضح من الاول ان النادي الاهلي مش عارف يعني، مستني برضو حته وصوله ان شاء الله باذن الله يكون يوصل نهائي البطوله الافريقيه. في تركيز كبير من النادي الاهلي طبعا على البطوله. يمكن ده الشاغل كان بالنسبه لنا، التعدي وتوصل ان شاء الله النهائي. النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا في البطوله الافريقيه ودي مهمه بالنسبه لنا طبعا. كان لازم توضح الامور دي من الاول خالص، ان يعني كل الناس شايفه ان الاهلي باصص للبطوله الافريقيه، تحديد المواعيد اللي قبل كده ما كانتش مناسبه للنادي الاهلي بالظبط. والكلام ده اتقال يمكن من فتره، ولكن الاجتهادات طبعا كتيره في المواقع دخلتها في حاجه تانية بره الكوره يعني. انت عارف يا كابتن حماده احنا يعني بنعاني وتحديدا النادي الاهلي بيعاني، وتحديات كتير قوي بتقابل النادي الاهلي في الاونه الاخيره واكيد حضراتكم كلكم عارفين طبعا. لكن النادي الاهلي دايما بيسكت لكن بيرد، وبيرد بقوه كمان، وبيرد بطريقه كمان تخليك انت مقتنع. مش مشجع اهلاوي، المشجع الاهلاوي مقتنع بالنادي الاهلي من يوم ما اتولد، لكن انت كمان كرياضي او محب للرياضه عموما بتقتنع بردود النادي الاهلي، خصوصا انها بتكون ردود في الوقت المناسب وردود دايما في المصلحه العامه قبل ما تكون مصلحته هو شخصيا كمان. عشان كده الكابتن محمود خطيب قال كلمه جميله جدا، او البيان اللي اتقال كان فيه جمله جميله جدا اللي هي: اما اقامه المباراه في المملكه العربيه السعوديه. عشان بس نلغي الكلام اللي الكابتن حماده بيتكلم عليه ان بعض المواقع وبعض الاعلاميين وبعض القنوات بيتكلموا كلام ملوش اساس من الصحه اساسا. قال ان اقامه المباراه في المملكه العربيه السعوديه التي نكن لمقدساتها ولجماهيرها كل الحب والتقدير لن
ولم تكن ابدا هي محل الخلاف. كلام مهم جدا وكلام محترم جدا، وطبعا كلام طالع يعني من اساطير في كره القدم واساطير كمان في الاداره ومجلس اداره كبير بحجم مجلس اداره النادي الاهلي. يعني في ملخص البيان ان الاهلي بيرحب بهذه المباراه طالما فيه هيبقى فيه تاجيل زي ما حضرتك بتقول يا كابتن حماده، يعني ما نتعرضش مع المصالح. بالظبط بالظبط، عندنا افريقيا وعندنا بطوله عربيه وعندنا دوري عام، لكن طبعا اهلا وسهلا بهذه المباراه. الاهلي بيشارك في اربع مسابقات بالظبط، يعني هو ده قدره طول عمره. طبعا الدوري، الكاس، بطوله عربيه، بطوله افريقيه، والمطلوب منه بقى الاول في الحاجات دي كلها. يعني بالزبط. مش مطلوب التواجد في البطولات، ولكن الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك اللي بيشاركوا في البطولات الكبيره دي المطلوب بتبقى انت متواجد في المكان الاول. فدي التحديات الكبيره مع الانديه الكبيره، يعني دي تحديات صعبه والاهلي قادر ان شاء الله يبقى على قد الحدث يعني، وموجود في منصات التتويج ان شاء الله. يعني حلم تدريب النادي الاهلي لسه بيراود الكابتن حماده صديق؟ اكيد اي حد شغال في المجال الانديه الكبيره بالنسبه له منتخبات بتبقى طبعا حضرتك مش اي حد، ربنا يخليك. دي حقيقه. الحمد لله على كل شيء. الحمد دي حقيقة. لله. الحمد لله. اكيد يعني لسه الحلم متواجد. طبعا لاخر وقت بتقعد بتفكر في الحاجات ديت، بالنسبه لك حاجه كويسه قوي. يا رب ان شاء الله. يعني احنا قفلنا موضوع دجله كابتن حماده، ولا حضرتك عايز تتكلم؟ لا خلاص، يعني مرحله عدت. فهمتني ان هم كانوا عاملين مشروع. المشروع ده لم يجني ثماره حتى الان، فبيحاولوا ان هم يدخلوه في الدوري المصري حتى يبقى يعوض. هو بادئ من فتره. يمكن انا في اخر فتره كان معايا بعض حوالي اربع لاعبين من المشروع دوت، وكانوا بيأدوا بشكل كويس جدا. ايمن عادل، محمد هلال، شوقي، يمكن كان محمد شريف كان موجود، بس موجود من النادي مش من الاكاديميه، بس من ناشئين النادي، كان برضو من الناس اللي انا دفعت بيهم في اخر السنه. ويمكن المجموعه دي كلها شاركت في اخر مباراه في الدوري يوم ما الزمالك كان بيتكرم في بطوله الدوري، كان ماتش دجله، اتعادلنا 0-0. كل العناصر دي شاركت وادت بشكل كويس جدا في المباراه. وكان المفروض يبتدوا بقى السنه اللي بعديها معايا ان شاء الله. يعني دجله فريق اعتقد كيان كبير وعمل، وانا بحبه على المستوى الشخصي. يعني عارف لما تقعد تخش مكان زي اسمه بالنسبه لي ذكرى كويسه جدا، وعلاقتي بالناس ممتازه. دجله نفس الكلام مع مستر ماجد، يعني علاقه صداقه بينا وانا محب جدا للنادي، يمكن بطمن عليهم على طول، ويمكن باركت لهم امبارح في اول فوز ليهم. ان شاء الله يكملوا، عندهم تجربه جديده السنه دي فنيا في الملعب، في قناعه تامه بالمدرب الموجود. يمكن كان عنده تجربه قبل كده، نفس التجربه يمكن كانت بدايه المشوار بالنسبه له في اليونان، كان في بعض المشاكل في تحفيز حاجات معينه، التحضير اللي من تحت والبناء والقصه محتاج يعني وقت طويل. فنجح في التجربه بشكل كبير بره، وجاي ينفذها هنا، وفي قناعه من المسؤولين بيه كمدرب. وابتدى يمكن البدايه كان ضعيفه جدا، يمكن النتائج ما ساعدتوش، يمكن ابتدى من اول ماتش امبارح، يعني اللي هو المكسب، الثقه اللي تخش عند اللاعبين عشان تقدر تأدي، ما تلعبش تحت ضغوط. يعني اقول لك مثلا كابتن علي ماهر مع الاسيوط السنه اللي فاتت، اللي خلاه لعب من غير ضغوط اللي هو بدا بدايه كويسه قوي كنتائج بالظبط. فلما اللعيبه ديت لعيبه ممتازه تلعب بعيد عن الضغوط بتأدي بشكل كويس. هاي الكلام انا اتكلمت في كلام بالظبط امبارح والله. والله العظيم كنت بكلم مدرب هو خلص دي. يعني عدى مرحله الضغط. يعني فريق صغير ازاي تبقى موجود في الدوري بعد ما تضمن ان انت موجود بشكل كويس وجمعت نقاط كويسه، اللعيبه تقدر تطلع بالزبط. كل اللي جواها بالظبط، من غير ضغوطات بالزبط. الضغوطات اللي بتيجي، يعني فرقه بتقعد تعاني من اول الدوري لاخر الدوري، اللي هي بتعاني بالزبط. نتائج سيئه، احباط عند اللاعبين، عدم ثقه، وهي لعيبه كويسه، فيهم لعيبه كويسين بس مش قادرين بالزبط. والمدرب نفسه بيجي في وقت ما بقاش مش لاقي حلول. هو ده الكلام والله العظيم. كان معايا مدرب دجله امبارح، فبيتكلم ان المهندس ماجد سامي مديهم الدعم الكامل ومديهم. لا مستر ماجد رائع في الحاجات دي، اللي هم يكملوا. بالظبط. فقلت له خلي بالك بس في نقطه انت مش واخد بالك منها، ان الحاجات دي اللعيبه لسه صغيره مش هتتحمل ضغوطات الهزيمه،
يعني مش هيطلع لك 50% زي ما هو يبقى مطلعه وهو مستريح نفسيا بيكسب، لكن الهزيمه في هزيمه في هزيمه اكيد هتهز المدير الفني وهتهز اللاعب لان لسه ما عندوش خبرات. فنفس الكلام بالزبط. يعني هي محتاج مع الفني نفسي بالظبط عشان اقدر ان اللعيبه ما يجيلهاش الاحباط ويبتدي التوتر يدخل لها، يبتدي يلعبوا تحت ضغط الهبوط. ده مشكله كبيره جدا طبعاً، يعني منها المدربين يعني منها، فدي محتاج مع الفني نفسي ازاي اقدر اخلي اللعيبه عندها الثقه. وده شايفه عندهم يعني عبيك يعني من رئيس النادي من المدرب من المجموعه الفنيه الموجوده مع اللعيبه ابتدت تستوعب يمكن شكلهم بقالهم فتره الشكل كويس لكن النتيجه مش بسيطه. امبارح كسب المباراه يمكن قدام لما اللعيبه تحفظ الشكل دوت يعني هي خطوات. طب يا كابتن حمادة انا بتكلم على وبيحضر كويس وكله، بس الخطوه اللي بعد كده العناصر اللي تقدر تترجم الاستحواذ ده لاقدر اعمل خطوره على الجول. لو في مشكله في التحضير كمان يعني في مشكله هو في التحضير. خسر ماتشات من التحضير بالظبط يعني عنده مشكله كبيره. مره عبد المنصف بيرجع يعني في واحده في التحضير اتقطعت جول مع ان عبد المنصف مادي يعني رائع معاهم مع المدافعين باص غلط ميس باص بتتقطع يمكن الجول لاول مباراه الداخليه هو تعادلوا فيها بالظبط. هي جون جيم التبريره باص خطا في النص عنده ديفندر اجنبي اللي هو بينزل اللي هو بينزل بين الاثنين مساكين عشان يفتح المساكين عنده مشاكل كبيره جدا بصراحه والمساحات يعني بس فاهم كتير عليه يعني استلامه وتسلمه المفروض ان ده واحد بقى ده اللي هيلاعب الفرقه اللي هو بينزل بين الاثنين مساكين. لعب كويس اللي انا شفته ما كانش بصراحه لا ما يعني حاجات تخوف وفيها بطء شويه هي محتاجه عنده بطء شويه ولكن هو لعيب كويس بيستلم كويس بيسلم كويس لكن التحرك بتلاقي يعني النتيجه بخسران المباراه تلاقي نفس الريتم واقع في هدوء ما فيهاش الحميه اللي فيها السرعه فيها الانتقال بسرعه من التحولات بتاعه الفريق من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه الشراسه لكن هم ابتدوا يعني يعرفوا يجمعوا ويستحوذوا ويعملوا ولكن الترجمه اللي قدام بتعتمد على المهاره بتاعت ابراهيم النضاي لعيب كويس جدا كريم ممدوح لما بينزل بيبقى عامل شكل كويس عندهم افراد يشتغل على مش شغل جماعي في الناحيه الهجوميه انا شايف كده ممكن هو شايف حاجه ثانيه ولكن احنا كمحللين بنتكلم على الاداء بتاع التيم دوت كظاهره جديده مش جديده هي موجوده يمكن ايهاب جلال لعب بيها ونفذها بشكل كويس في بس ما كانتش بالطريقه دي بصراحه كان فيها سرعه شويه كان فيها سرعه وعنده محسوسه وعنده العناصر الاماميه اللي تعملها له اللي هي بعد ما تخلص ده انت محتاج السرعات اللي قدام هو كان عنده الحاجات ديت ايهاب كان عنده في التيم لعيبه تقدر حسين الشحات مش عارف عن في سرعات قدام اللي انا بعد ما بحضر كويس وابتدي من تحت كان دايما يبتدي من تحت نجح يمكن في الاول كان واجهته بعض الصعوبات ولكن في الاخر نجح فيها وابتدى التيم حفظ لما قعد موسم واثنين وثلاثه مع المقصه. كابتن حماده السؤال المهم انا كمدرب مش المفروض احفظ لعيبتي وادخل الدوري الممتاز ان انا خلاص في بطني بطيخه صفر اللعيبه حافظه طريقتي وهيقدروا يعملوها بمنتهى الثقه مفيش سلبيات اكيد هيبقى في سلبيات لكن مش بالسلبيات دي ولا ان انا ابدا اغامر في الدوري اربع خمس ماتشات برضه يعني الوقت ما كانش كفايه في التحضير في اللي هي فتره الاعداد او ماتشات وديه ما كانتش كفايه اللعيبه تقدر تحفظ بس برضه هتخش كطالما حاجه جديده على اللعيبه هتبتدي تخش الدوري يبقى عندك مشاكل في الاول ده طبيعي جدا ووارد في كل الانديه يعني بالذات لما تبتدي تحفظ شكل جديد اللعيبه مش واخده عليه بالذات في مصر بالزبط. في مصر حته في الدوري اي فرقه حتى فرقه كبيره بتعمل عليها ضغط من قدام تشتيت بتلاقي بتشتغل كور طويله لكن فرقه بتحاول تعمل الاستحواذ يبقى لازم عندك لعيبه عندها المهاره بتاع التسليم والتسلل والتحرك اللي بدون كره والسرعات بالظبط ده مهم جدا يا رب انا نفسي والله انا بحب الطريقه دي جدا يعني كان جوارديولا كان طبعا جوارديولا استاذ الحاجات دي هو اللي اخترع الحاجات دي في العالم اساسا هو كان يقول ان انا مهمتي ان انا اوصلكم للثلث الاخير بمنتهى السهوله الثلث الاخير بقى زي ما حضرتك بقى بتتكلم لازم بقى فيه سرعات لازم بقى فيه مهارات لازم بقى فيه ترابط بيبقى يعني دور المدرب تنظيميا اقل شويه غير ان هو يوصله في الحته دي هي بتعتمد زي برشلونه هو اول واحد بدا يعني شفناه اللي هي تيكا تاكا والشغل اللي هو الاستحواذ والبناء من تحت مع الجول مع الحارس بتاع اختيارك للعيبه اول السنه اختياراتك مين بيدور على اللعيب اللي عنده المهاره دي وعنده السرعه
مش مهم بقى الاجسام ولا بتاع، لا بيختار اللعيب اللي هو عنده مهاره التسليم والتسلم بيشتغلها ازاي، والرؤيه والثقه والتحرك. بالظبط، حاجات كتير جدا التحرك بدون كوره يعني مهم جدا. طبعا طبعا موجوده طبعا مع الفارق، طبعا موجوده يعني النادي الاهلي كان دي طريقته من زمان، لا نستحوذ ممكن استحواذ بس عند النادي الاهلي بيبقى استحواذ في المنطقه الوسط، يعني استحواذ اللي هو لما الكره خدها او لما اجيبها، مقدرش ابني مش من تحت، مش ببني من عند الحارس المرمى من تحت، لا ببيها من نص الملعب. ليه يا كابتن الاسطاني؟ ليه تفتكر ليه في خطوره في المكان، في المكان دوت مهما يكون، ولا المدرب مبقاش عنده القلب ان هو يستحمل الضغط اللي ممكن يشوفه من الجماهير لو في كره غلط تتلعب؟ لا الواحد. كل مدرب وليه فلسفته في الشغل. انا ما شفتش ان النادي الاهلي على مدار حياته بدا من تحت، بدا من تحت بالاريحيه اللي احنا بنشوفها، اللي مع ان الاهلي من الاولى ان هو يعمل كده. بص الاهلي في الدوري بتلاقي الفرق كلها بتبقى عامله تكتل دفاعي قوي جدا، فبتسيب له مش محتاج، مش ما بيعملش، نادرا بتلاقي حد او قليل يضغط عليه من بدايه الماتش، تلاقي كل الفرق بتعمل ضغط من قدام، ضغط مره واحده راجعه واقفه في نص ملعب لما الدنيا واقفه المساحات. الاهلي عنده اللعيبه اللي عن اللي هي تحل في الزحمه، يعني عنده اللعيب المهاري وليد سليمان، مش عارف لعيبه كتيره تقدر تحل في زحمه، فيبتدي هو يتراجع ويعمل لك كثافه عدديه في نص ملعبه، عايزه حلول. فانت مش محتاج تحضر يعني من تحت، هتلاقي الدنيا انت غلطت توصل نص الملعب مفيش حد بيقابلك، فتبتدي تعمل الاستحواذ من نص الملعب والتحركات اللي هي الحره اللي بتخلق مساحات للشغل. تمام، تعال نروح للمباراه بقى اللي كل الاهلاويه بيستنوها، الاهلي وحريه كوناكري الغيني، مباراه العوده. حضرتك معاك القائمه اللي قالها لنا كريم، يعني يعني كده لو قلت لحضرتك اختار 11 لعيب للمباراه دي وليه؟ بص هو مبدئيا عنده مشكله طبعا في الناحيه في قلب الدفاع، ولكن احنا شفنا السنه اللي فاتت ماتشات كتيره جدا الاهلي لعبها بمحمد هاني وايمن اشرف. بالظبط، كان عنده اصابات كتيره في المنطقه ديت، ولكن طبعا تدعيم كوليبالي وايمن اشرف، شريف كوليبالي طبعا رائع، يمكن اضافه كبيره كويسه جدا للنادي الاهلي. انا بصراحه انا حييت كالتيرون. لا عارف ليه يا كابتن حماده؟ انا قلت الكلام ده بس اختيار موفق. ايه؟ اختيار موفق. لا، ان هو قلبه جامد قوي. ان انا مدرب نادي اهلي ولسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم وعندي ماتش في افريقيا وكان عندي رجوع في المستوى وهزيمه بالظبط، والجماهير كلها بتقول عايزين نكسب باي طريقه، وان انا اجيب واحد العبه في الحته دي قلبه بصراحه ميت. لا طبعا بص هو شكله شخصيه طبعا قويه. هو طبعا عنده حاجات كثيره كويسه. يمكن هو اتكلم في نهايه الموسم اللي فات، قال الاهلي نهى خد بطولة الدوري، ولكن انها في افريقيا مش يعني كانت نتائج عندك نقطة، ونهاية الموسم ما كانتش بالنسبة للنادي الاهلي كانت جيدة. الاهلي لما يخش بطولات لازم ياخد الكاس والدوري، هو ده طموح الجماهير والنادي. فهو اتكلم على النقطة دي ازاي درس المشاكل اللي كانت موجودة، قال لك الصلابة الدفاعية مش موجودة يعني قلت في النادي الاهلي، فهو فكر في سليف كوليبالي، يمكن كان ليه تجربه معاه في مازيمبي تقريبا. بالظبط، وهو يعني مقتنع بقدرات اللاعب بشكل كبير، ولعيب فعلا لغايه النهارده اثبت اللي هو صفقه ناجحه. ما شاء الله بصراحه، بسم الله ما شاء الله، يعني رائد دفاعيا وكور ثابته، كور ثابته من التكتيك بتاعك. بالظبط، يعني برضه في التكتيك بتاعك لازم تعتمد في ماتشات تخلص بكره ثابته. بالظبط، فهو طبعا بنسبه 100% ناجح لغايه النهارده. ايمن اشرف ادي في المكان ده كويس. يعني لو حضرتك اخترت تشكيله الشناوي، الشناوي سليف وايمن اشرف، علي معلول واحمد فتحي، هشام محمد، عندك انا هسال حضرتك ليه؟ يعني اسال حضرتك بعد ما اختار التشكيل ده، يعني لا هشام محمد. انا بتكلم على التشكيلات اللي لعبت، ما هو مش هيقدر يعمل تغييره كبيره في التيم. لا لو حضرتك طلب من هاخد الناس الموجوده في الملعب ولعبه الماتشات اللي فاتت دي وبتأدي بشكل مستوى ثابت. تمام، طب حضرتك شايف الاهلي محتاج ديفندرين؟ محتاج حد الاصابات كتيرة. لا مش انا في الماتش ده انا اسف، عموما الاهلي محتاج ديفندرين في نص الملعب؟ والله انا شايف لا عنده اكرم من لعيبه كويسه جدا بس اكرم محتاج يلعب برضه في وقت ما يبقاش فيه ضغوط. يعني انت خلاص انت بتلعب بدور الثمانيه في افريقيا، ماتش ذهاب وعوده، بعد كده ربنا يكرمك هتقابل اكيد الوداد، هو يمكن اقرب للغالب الماتش الاولاني من صفر 1-0، ولكن هو الاقرب
فرقه مش طبيعيه، فرقه كويسه جدا. حتى المباراه في الصيف كمان فرقه مش طبيعيه، الفرقتين كويسين جدا. فدخل على الصعوبات، فمحتاج اكرم يخش. يعني اكرم من ساعه ما جه النادي الاهلي و لسه ما خدش فرصه كامله. محتاج ياخد الفرصه كامله. لكن هو ديفندر كويس جدا، لعيب كويس. حسام عاشور واقف على رجليه بشكل كويس، ما شاء الله مسمار الاهلي. الرؤيه وتدوير الكوره يعني ليه حاجات كتيره في الملعب. هشام محمد، هشام وحسام عاشور. هشام لعيب كويس، بس هشام في سنه بطء شويه. لكن هو عنده الرؤيه كويسه قوي، بيقدر ينقل الملعب، بيقدر يكمل. يمكن حته الضغط شفناها في ماتشات كتير ما بيعملهاش بالشكل اللي بتاعه النادي الاهلي. النادي الاهلي كان بيفقد الكوره في المكان ده، تلاقيه عامل ضغط بكثافه، ضغط مركب، بيعرف يجيب الكوره. هشام عنده حته الضغط، انا يعني شويه يمكن ما شفناش غير الماتش الوحيد اللي كان عاجبني قوي، ماتش الترجي. بعد اول ربع ساعه، يمكن الربع ساعه الاولى كان الترجي عامل خطوره كبيره، وقدر يعني يوصل لمرمى النادي الاهلي. ولكن بعد كده يمكن الهدف اللي جه بدري، القوه والروح القتاليه كانت موجوده في الملعب من اللعيبه كلها. وطبعا عمرو السوليه كان ليه دور كبير، بس الاصابه طبعا. عمرو ماشي بشكل كويس، وعمرو يمكن من الناس اللي قلت كان لازم يتواجد مع منتخب مصر في كاس العالم. هو وليد سليمان الاثنين اللي انا يعني كان نفسي يبقوا موجودين، وكان المستوى بتاعهم يقايلهم لكده. كابتن حمد، حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا، وانا هقول لك حاجه يعني عكسيه والمعنى مستغربها. يعني حضرتك بتتكلم عن هشام، بتقول عنده سنه بطء. انا عندي بوسكيتس ديفندر برشلونه، انا اعتقد ان هو ابطا لعيب في العالم، لكن من احسن الديفندرات في العالم. بص مين جنبه، يعني برضو حته يعني زي توزيع ادوار. توزيع ادوار طبعا. في واحد برضو في الديفندرات لازم عندي واحد اللي هو بيشتغل بوكس تو بوكس. لازم، ما ينفعش الاثنين يبقوا. ده اللي بكلم حضرتك فيه. الاهلي محتاج ديفندرين بنفس الشكل ونفس التركيبه، ولا محتاج ديفندر اللي هو زي حضرتك بتقول بوكس تو بوكس، والديفندر اللي هو ثابت زي ما كان حسام غالي بيلعب في وقت ايام كان حسام غالي كويس. يعني لسه يعني قبل ما كان بيشتغل بوكس تو بوكس بشكل كويس جدا، وعنده صناعه اللعب بالظبط. ان هو ما ينفعش ابقى الاثنين واقفين في حضن. ده اللي بتكلم فيه، يعني في قدام خسران واحد. قدام المتمسكين خسران واحد، نفس الاب خسران واحد نص الملعب، خسران في الفرق الكبيره. بالظبط، الفرق الكبيره لازم بتلاقي فيه. حتى لما بعمل الضغط ببقى ممكن ديفندر ده بيعمل ضغط جنب راس الحرب. بالظبط. والراجل لو بلعب 4 2 3 1 في وقت لازم بلعب ب 4 1 والتاني ده لازم يبقى جنب بالظبط الراجل اللي تحت راس الحرب، جنبيه في الهجوم، في الضغط، في الحاجات ديت. لكن ما ينفعش الاثنين يبقوا واقفين في الحته اللي ورا. بتدخلني في حته يا كابتن حماده، يعني بتجيب لي اسئله، وانا خلي بالك انا ما سالتكش ولا سؤال من السكريبت لسه. ما تسالش، خلينا كده قاعده كده. 4 2 3 1 بنطبقها في مصر صح ولا مسمى؟ لا بنطبق، اصل هي بتختلف. يعني انت على المباراه هتلاقيها 4 2 3 1، لكن لازم اثناء سير المباراه لازم تتغير. ده بيحصل؟ بتحصل في بعض. عندي فرق كتير بتبقى موجوده كويس. ما بشوفهاش انا بصراحه. لا موجوده في موجوده في 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 في, في الاهلي، موجوده في الزمالك. لا ماشي، الاهلي انا وفي الزمالك موجوده. يعني تلاقي طارق حامد بس اللي واقف. احنا بس ما شفناش في منتخب مصر. لا ولا كنت تشوف النني وطارق، بس دي ده كوبر؟ تفكير مستر كوبر، ده تفكيره. لا. ده طريقه لعبه. ما مش عايز اتكلم بصراحه يعني. لا انا عندي تحفظ كبير جدا عليه من ساعه ما مسك منتخب مصر. بص في حاجات اهداف على الورق هو حققها بنسبة 100%. من ساعة ما وصلنا كأس العالم، مباراة كأس العالم هي دي الفترة اللي كان فيها التحضير ما كانش بالشكل الجيد، لكن الناس من الأول خالص مش راضية على الأداء. يا كابتن في الحلاوة بتاعت الأداء، في تحقيق بتاعت هدف وهمي، وفي تحقيق هدف فعلي. تحقيق هدف وهمي إن أنا أوصلك لما موت مصر كلها. ده تحقيق هدف وهمي وشفنا ثماره وجنيناها كلنا من في كأس العالم. ميدو خلينا، لكن فعلياً انا لا، انا ممكن استنى لكن اطلع فعليا صح. بص يا ميدو، احنا جينا على راجل جامد، معلش انا مع مستر كوبر في حاجات معينه. لا لا لا, لا في حاجات بس الاختلاف مطلوب يا كابتن. طبعا. يعني الراجل كان قدامه اهداف وقدامه حاجات، والراجل كان بيشتغل باخلاص فوق الوصف. يمكن قعدت معاه واتكلمت معاه كتير. اكيد انا الراجل حابب، كان حابب شغله بشكل كبير جدا، وليه فلسفه معينه. الفلسفه دي نجحته. ما انا نفسي اعرف الفلسفه بتاعته كانت ايه. اقول لك الفلسفه في طريق في الفن، في طريقه اللعب بتاعته. هو عنده اثنين
احمد حجازي وعلي جبر في المساكين الكور العرضيه عنده. طب تعرف حضرتك انا النهارده حضرتك دخل فينا جون من الكره دي. ده الاجوان كلها اللي جت فينا كلها اخطاء دفاعيه. طبعا مع احترامي طبعا اللعيبه مش ذنبهم يعني. كان بيهتم جدا بالوقفه الدفاعيه بتاعه منتخب مصر. النني وطارق حامد الاثنين قافلين العمق بشكل كويس جدا. الاطراف قافله لجوه. يعني عامل تكتل الوقفات الدفاعيه بيعملها 10 على 10. ومع ذلك انت داخل فيك كل الاجوان اخطاء دفاعيه؟ انت في كاس العالم. او لا مش في كاس العالم يعني. بص انت بتلعب قدام فرق كبيره مش في كاس العالم لكن انت بتقدر تكسب. انا بتكلم حتى في افريقيا حتى في تصفيات كاس العالم دخل فينا ماتش الكونغو هناك الكره العرضيه مش عارف نهاية افريقيا. بس ده طبيعي بيحصل ده طبيعي في تمام. العالم كله الفرق كلها انا معاك لكن تحقيق الاهداف المطلوبه من الراجل دي حصلت. ما انت عايز ايه تاني؟ انا عايز منتخب. احنا بنتكلم على مشكله اداريه حصلت. انا عايز منتخب قوي كابتن حماده. ما انا عارف انت ما تقارنش وقت بوقت. ما تقارنش المنتخب دوت باداء خالص خالص بتاع كاس الامم مع كابتن حسن شحاته خالص. في فروق كتيره جدا. الفريق المجموعه اللي كانت معانا مع حسن شحاته لو معانا محمد صلاح كنا عملنا حاجه يعني وصلنا في كاس العالم. لا مرحله معينه طبعا طبعا. ولكن هو عنده القدرات الموجوده هو وظفها بشكل هو شايفه صح. اللي انا بنجح اللي انا بالتطوير بتاعي في الناحيه الهجوميه محمد صلاح وتريزيجيه. ده تطوير الهجوم اللي عندي. انا لازم اقعد معاك حلقه كامله نتكلم على كور. لا انا اكلمك على وانا اقنعك على التحول. انا اقنعك على بس خلينا عشان رؤيه وقتنا بيخلص. انا عايز طبعا معايا حد زي حضرتك لازم تقول لي لو هتنصح باتريس كالترون في المباراه اللي جايه ممكن تقول له ايه؟ انا اتكلم على اللي يعني اخر ماتش كان في مصر هنا افريقي كان مع كامبالا سيتي كان عندنا اخطاء وانا خايف نقع فيها الماتش الجاي ان شاء الله. لا. التيم اللي جاي ده قدر يتعادل مع سان داونز وسان داونز كان محتاج بالزبط. يكسب بالظبط عشان يوصل بالزبط. يعني التعادل بالنسبه له خساره فخسر يعني التعادل بالنسبه له كان خساره والفريق ده قدر يقف ويدافع بشكل كويس ويعدي الدور اللي بعد كده يبقى ده فريق عنده بره بيلعب بشكل معين فلازم يتدرس طبعا اكيد درس أكيد. ماتشه مع وباتريس كالترون اكد على النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي قال الجوله اللي دخلت فيها في كامبالا سيتي مش هتحصل تاني. بالظبط ده كان يعني دي نقطه مهمه جدا ولازم يعني ايه تحطها تحتها 100 خط ماتش كامبالا سيتي اللي كان هنا الهجمه المرتده اللي انا متوقع يعملها الراجل اللي عنده خط هجوم يمكن الراجل كان بيلعب على احمد فتحي ناحيه الشمال يمكن اسمه لعيب كويس جدا هو اللي عنده السرعه اللي بيعملها يعني اختيار احمد فتحي في المكان ده في الوقت ده وفي الماتش دوت كان مهم جدا مع ان كان بيروح اتنين على احمد فتحي بس الوقفه الصح مع احمد والناحيه الدفاعيه كنا بنعملها بشكل كويس جدا. في مصر هتلاقي عندنا الخطوط انت لازم تكسب عشان تعدي فمش هتقدر اكيد هيتواجد عندك مساحات محتاج التركيز ورا من الناس اللي هي الوقفه الدفاعيه الالتزام الدفاعي بص وانت بتهاجم الدفاعي. التحولات دايما بتبقى بمجموعه لاعبين لما بقطع الكوره بتحول الناحيه الهجوميه مش بالتيم كله بمجموعه لاعبين بمجموعه لاعبين معينه يعني في مدرب يقول لك انا احب وانا بقطع اتحول بثلاثه بس هتحول باربعه هتحول بثلاثه اللي قدام مع طرف مع نص ملعب دي التحولات اللي بتحصل عندي الباقي لو وقف سارح بيتفرج على الماتش طبعا دي الكارثه كده كارثه فلازم وانا بتحول يبقى التركيز اعلى من بره انت بره اللعيبه اوتوماتيك هي من نفسها بتبقى عامله تراجع واقفه يمكن ما بتعملش الضغط قوي لقدام في فترات كتيره في الماتش تلاقيها بتتراجع تقفل مساحات عارفه التعادل بالنسبه لي مكسب اي فرقه مع ان احنا ضيعنا هدفين ولكن الـ 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 النتيجه معقوله النتيجه معقولة مرضيه جداً. مرضيه جدا مش جدا هي مرضيه انا كنت ممكن اكسب النادي الاهلي دايما الهدف اللي بره ده ليه ثمن كبير أكيد في الماتشات دي اكيد اكيد فهو ما حققش الهدف ولكن ما دخلش فيه جون فالماتش اللي هنا انت محتاج تجيب جون مش محتاج لو تعادلت انت هو ايجابي ولا حاجه انت لو جه فيك جون مشكله كبيره فما كنتش اقف انا وقفات سليمه ما فيش فيها فوائد الثلاثه اللي ورا يعني بقى بثلاثه او اربعه وعندي سته بيهاجموا فازاي دلوقتي واقفين صح هم دلوقتي لو وقفوا بشكل كويس جدا منعوا موضوع الخطوره بتاعتك هتقدر تجيب جول في اي وقت. تاكيدا على كلامك بشوف مدربين كبار وللاسف وقتي خلص مدربين كبار قوي انا دايما بشوف جوارديولا قوي يعني بيبقى مركز والهجمه معاه مركز على الناس واقفه ازاي الناس واقفه ازاي الكره الثانيه والناس واقفه ازاي
انا اتشرفت بيك جدا يا كابتن. ربنا يخليك. والكلام اكيد ما بيخلصش معاك في الكوره خالص. انا كان مش عايز اقول لك اسئله قد ايه وكان في دماغي, بس ان شاء الله نبقى تاني ان شاء الله. اتشرف بحضرتك في اي وقت. الله يخليك. شكرا جدا لحضرتك. شكرا جدا لحضرتك. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في مباراته اللي جايه يوم السبت ان شاء الله. يكون معاكم سيد عبد الحفيظ بكره, هيتكلم معاكم على هذه المباراه بالتفصيل بعد هذا الفاصل. هيكون معاكم الاستاذ شريف فؤاد, معاه الدكتور محمد صلاب الدين. استنوهم وشكرا جدا لحضراتكم. إذن هذه تحياتي لكم مشاهدينا الكرام. حلقة الأهلي الليلة نهاية الأسبوع, ومستمرون معكم في فقرتنا وفي لقائنا المهم حول لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. العد التنازلي بدأ واقتربت ساعة التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. هذه اللائحة التي أعدها أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي والمجتمع الأهلاوي, وشهدت حراك غير مسبوق وفريد من نوعه بمشاركة الحقيقة من كل أطياف المجتمع الأهلاوي ورموز هذا المجتمع الذين يشار إليهم بالبنان. ماذا عن الجديد بشأن الاستعداد للتصويت؟ أعضاء الجمعية العمومية الذين أبدوا سعادة غامرة الآن بعد أن تم تعديل الكثير من النصوص والمواد, وباتت اللائحة يعني عليها إجماع كامل, أو نقل شبه إجماع لأنه لا شيء بشري عليه إجماع. لكن الحقيقة أنه حجم الجهد اللي بذل في إعداد هذه اللائحة يستحق أن يعني نقدر له ونكبر له احتراما وتقديرا. وبات علينا كأعضاء جمعية عمومية أن نقول القول الفصل يوم 28 سبتمبر إن شاء الله. النهاردة عندنا لقاء مختلف ومتميز, لأنه مع أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن, الشباب اللي بيتوسم فيهم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة كل الخير, وبيدهم لقيادة المستقبل في النادي الأهلي مؤهلين ومتسلحين بالعلم, عشان كده كان قراره واختياره على قيمته الانتخابية. ثم الحقيقة أوكل لي العديد من الملفات في هذا المجلس. ضيفي هو الصديق العزيز المهندس محمد سراج. أهلا وسهلا. أهلا بك يا أستاذ شريف, وسعيد بوجودي مع حضرتك وعلى قناة النادي الأهلي. برحب بيك وبشكرك, ومتابع كل خطواتك ونجاحاتك وتمثيلك المشرف للنادي, وفخور شأن كل الأهلوية بأنه عندنا أعضاء مجلس إدارة الحقيقة يعني حاجة تشرف زي ما بنقول يعني. حضرتك أصغر عضو إلى كابتن محمود الخطيب أكبر الأعضاء سنا أو أكبر المجلس سنا يعني. لا الحمد لله, الحقيقة يعني الشرف ده يمكن لينا احنا كأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وكشباب موجودين في مجلس إدارة النادي الأهلي. الشرف ده يمكن لينا احنا أكتر ما هو يعني للنادي. طيب قول لي, هو أنت دخلت قائمة الكابتن محمود الخطيب زي عينه جابتك إزاي؟ لا دايما بشوفه بيشيد بيك وكده. لا والكابتن طبعا الحمد لله, الكابتن يمكن يعني بيبقى عنده يعني الحمد لله نظره يمكن كويسه في سواء في خطه العمل اللي هو بيشتغل بيها او في مجموعه العمل اللي هو بيبقى محتاجها حواليه, بيبقى متأني جدا يمكن في الاختيارات. فده يمكن جه ما كانش وليد يعني الفتره بتاعت الانتخابات, بس يعني يمكن احنا في من فتره كبيره يعني انا اعرف الكابتن و اتقابلنا في اكتر من مناسبه يعني, اتكلمنا مع بعض في اكتر من حاجه تخص النادي. ف يعني هو طبعا كان اختياره اكيد شرف كبير يعني الحمد لله. طيب عايز قبل ما اتكلم عن اللائحه, انت كان لك حضور كبير ومشاركه واسهامات وحتى اجتماعات اللجنه المركزيه اللي بنشرف يعني بالانضمام ليها او بعضويتها, كنت حريص. معظم ورش العمل حضرتها دكتور محمد, خاصه الجانب الاقتصادي منها. فاكر يوم الدكتور فاروق العقدة والاستاذ محمد نجيب والقامات الاقتصاديه اللي كانت موجوده, ورشه هامه جدا. واضح ان انت مهتم شويه بالجانب الاستثماري في هذه اللائحه. تمام. شايف ازاي الحاله اللي تمت دي وصولا الى عمليه التصويت عليها يوم والله يا استاذ شريف احنا يعني زي ما قلت لك من شويه ان احنا يعني الحمد لله بنتشرف وسعداء ان احنا موجودين في النادي الاهلي وبنخدم النادي الاهلي وبنمثله. انا كنت برضو سعيد جدا بالحاله اللي حصلت من اللائحه الحقيقه. ويعني يمكن بالنسبه لي كنا طبعا في البدايه واحنا بنحضر للموضوع ده متفائلين وكل حاجه, بس يعني حسيت ان الحاله اللي حصلت دي يعني كانت افضل كمان من الواحد توقعه يعني.
يعني الحمد لله مشيت بشكل منظم، مشيت بشكل قوي جدا، كانت مترتبه برضو زي ما قلت من شويه ان احنا بنشتغل بخطه عمل دايما وبمواعيد زمنيه واوقات زمنيه، وكنا شغالين بخطه عمل محدد فيها كل حاجه. حاله بيصنعها النادي الاهلي كعادته، يعني احنا النادي الاهلي دايما هو فريق يعني دايما بقى ليه رائد وليه الرياده ودايما بيعمل البدايات، يعني يمكن دي كانت اول نادي في مصر صحيح يعمل لائحه ويفتح الباب المناقشه ويفتحها للناس وكله يتناقش فيها وكله يتحاور فيها، لان في الاخر انت مش بس يعني بتعمل ده، انت مش بتعمله عشان ترضي الناس، لا انت بتعمله عشان انت هدفك ان اللائحه دي توصل لاحسن صيغه صحيح وافضل شكل ممكن، لان دي اللي هترسم، دايما بقول دي مش هترسم مستقبل مجالس ادارات الاهلي، لا دي بترسم مستقبل النادي الاهلي. فبالتالي عشان ترسم مستقبل النادي الاهلي لازم يشارك فيها جميع الاطياف وجميع الفئات وجميع محبي وممثلي واعضاء النادي الاهلي. فده ده يمكن كان الهدف من الاول، والنادي الاهلي فتح المجال ده من البدايه للاعضاء اولا عن طريق اللي قدموا مقترحاتهم. طبعا يعني احنا عندنا النسخه القديمه اللي كانت 12/8 بدات اتوزعت ب 20,000 نسخه، الناس شاركت بقوه جدا كعادتهم يعني في المشاركه المجتمعيه والمشاركه الرياضيه فيما يهم وفيما يفيد النادي الاهلي كاعضاء الاهلي. الناس بدات تبعت مقترحاتها على الايميل، بداوا يبعتوا من على البوسز اللي كانت معموله في النادي في الجزيره ومدينه نصر الشيخ زايد عن طريق الشباب اللي كانوا موجودين ومشاركين السكرتاريه. فالحمد لله جانا اكتر من 3500 مقترح. هايل. 3500 مقترح، واحنا بدانا بقى الفكره ان احنا كمان يعني يعني مش بس خدنا ده، لا احنا كمان فتحنا المجال زي ما حضرتك تفضلت وقلت لورش عمل لمختلف الاطياف. كان عندنا اقتصاديين، احنا بنذيع يعني صور من ورش عمل واحنا بنتكلم مع حضرتك طبعا. سواء للرياضيين للاعلاميين لرموز النادي شخصيات عامه للشباب كمان وانت حضرتها للشباب كنت حضرها انا وكان موظفين والعاملين في النادي محمد الجرحي حضرناها وموظفين والعمال وفي الاشتراكات والماليه كل حاجه يمكن ما اتثبتش سمعنا للجميع وفي الاخر عملنا اللقاءات المفتوحه اللي كنت طبعا حضرتك يعني حضرتها بلباقه بشكل مشرف كعادتك. والحمد لله برضو يعني عايز اقول احنا فاتحين المجال للجميع، يعني يمكن حضرتك في اللقاءات دي شفت اللي بيطلع بيقول مثلا في بند عجبني وفي ناس طلعت عرضت وعرضت بقوه ومثلا واتكلمت في امور ثانيه. هو النادي الاهلي منطلق الحريه والاراء مطروحه للجميع ومفيش مشكله اطلاقا. ده اللي احنا عايزين نسمعه ونعرفه. بالتالي كان دايما في زي بقى اللجنه المركزيه للائحه كانت شغاله بصراحه يعني بكل قوه وبكل نشاط يوميا عشان تغطي ده، يعني ما هو في بقى ورا ده في مطبخ شغال، يعني في مطبخ عمل شغال ورا ده، ان انت الاقتراحات دي مش بتجي لك بتبص عليها وخلاص، لا دي بتجي لك بتدرسها اقتراح اقتراح وبتشوف ايه اللي هيفيد وايه واللي عليه الاستاذ شريف اللي بيبقى عليه اغلبيه الاتفاق، يعني اللي مثلا بيخص 70% او 75% من المواد الناس متفقه عليها بيتعدل او بيتغير. يعني ده كان بيحصل على طول. فالحمد لله يعني وده برضه عايزين في الاخر نشكر اتفضل الناس اتفضل اللي يعني اللجنه طبعا اللي كانت يعني الاعداد من البدايه طبعا شكلت لجنه من مجلس الاداره كانت طبعا فيها نائب رئيس النادي الوزير عمرو فاروق وكان فيها استاذ ابراهيم الكفراوي وكان فيها استاذ طارق قنديل واستاذ محمد الجرحي، هم كانوا موجودين الاربعه في 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 اللجنه، وكان طبعا بيرأس اللجنه المستشار محمود فهمي اللي عايزين نشكره جدا على راجل يعني محب للنادي الاهلي بشكل كبير راجل حقيقه. هو كل المستشارين اللي كانوا معاه سواء المستشار احمد حسان المستشار اسامه قنديل المستشار علاء قنديل الناس كلها اشتغلت بحب للنادي الاهلي صحيح. اشتغلت من قلبها ما كانتش مستنيه مقابل ما كانتش مستنيه حاجه، عشان كده المنتج طلع يعني شيء مخلص ورائع وعظيم وباقل الملاحظات الممكنه ان صح التعبير بالظبط. الحمد لله لانه في هذا ما احنا قلنا سمعنا للجميع وده اللي احنا عايزينه، وكان في اخلاص من الناس اللي شغاله في اللجنه او الناس اللي شغاله كمستشارين قانونيين اخلاص قوي جدا كحب للنادي الاهلي وكحب لعملهم. فالحمد لله طلع في النهايه يمكن النهارده انا
يعني بتصادف ان معاك ان اللائحه هي النهارده يمكن اتنشرت يعني في النادي علقت عشان اعضاء اداره الموقع ونزلت على الموقع الرسمي يمكن وان شاء الله بقى نقتنيها كل حد ياخد نسخه قريبا ان شاء الله باذن الله يعني تبدا بقى ان شاء الله هتبقى في مجلد زي القديمه كده بس يعني طبعا بشكل مختلف شويه عشان ما يبقاش فيه لخبطه يعني وهتبدا ان هي يبقى في حوالي 30,000 نسخه يتوزعوا على جميع الاعضاء بقى وان شاء الله يعني دي الصياغه والصيغه النهائيه بعد يعني استشاره الجميع وحتى اللجنه الاولمبيه ووزاره الرياضه وكل الخبرات القانونيه اعضاء مجلس اداره سابقين رؤساء النادي كابتن احمد خطيب كان حريص الحقيقه على استطلاع كل الاراء يعني الحقيقه تعمل فيها شغل قوي وهو يعني ده اللي بيليق بالنادي الاهلي يعني هو ده يعني اللي احنا تعودنا عليه في النادي الاهلي احنا من اول يوم جينا يمكن مع الكابتن هو حاطط السيستم ان احنا النادي الاهلي هو رقم واحد شغلنا فيه لازم يبقى باتقان باخلاص يعني ما نقولش يا ريتنا كنا عملنا كذا او يعني خلاص احنا بنعمل اللي علينا وبنترك بقى ان شاء الله يوم ال 28 للاعضاء وللناس يقولوا كلمتهم ورايهم وان شاء الله يكون في مصلحه النادي الاهلي. راضي عن الصيغه النهائيه وحاله التوافق اللي على اللائحه بعد التعديلات والحذف والاضافه والصياغه النهائيه يا باشمهندس محمد؟ الحقيقه يعني الحمد لله راضي بشكل كبير لانه هقول لحضرتك حاجه يعني احنا يمكن لو قسنا الوقت اللي هو ما بعد يعني 12/8 والحاله اللي كانت موجوده وجينا مثلا قسنا الحاله من يومين او ثلاثه هتلاقي في اختلاف 180 درجه يعني الحمد لله يعني الناس في الاول كانت لا وفي هنا بنود مواد يعني عليها زي ما تقول مثلا ظلم للعضو وفي مواد تانية مش عجبانه وفي صياغه لغويه مش مظبوطه وفي حاجات في تشكيل مجلس الاداره كل ده اتنظر فيه كل ده تم علاجه يعني احنا عندنا النهارده في 53 ماده في 36 ماده اتعدلت في 12 ماده اتحذفوا تماما وفي 5 مواد اضيفت عظيم فكل ده بناء على ال 3500 مقترح من مختلف الاطياف ومختلف الاعضاء وصل في الاخر اللي انا بقول لحضرتك ان انا لامسه دلوقتي واحنا في النادي اللي بسمعه من الاعضاء غير من شهر فات الحاله اتغيرت الحمد لله بشكل كبير الناس بقت راضيه اكتر ويعني انت في النهايه برضو عمرك ما هتوصل لرضا كامل يعني مفيش حاجه في الدنيا هي بشكل عام رضا الناس غايه لا تدرك واي منتج بشري بالتاكيد ما بقاش عليه توافق لكن انت عندك شبه توافق وده شيء جميل الحمد لله اعضاء الجمعيه العموميه هم اللي اعدوا هذه اللائحه بنفسهم وبايديهم وبالتالي هم الان مطالبين بان هم ينتصروا لهذه اللائحه او يقرروا ازاي تحكمهم خلال السنوات المقبله لانه البديل هو ان نسير باللائحه الاسترشاديه والغريب وحضرتك تصحح لي دكتور محمد سراج انه اللائحه الاسترشاديه بتنتقص من حق الجمعيه العموميه وربما تعطي ميزات اكثر لمجلس الاداره وتسيير الامور مظبوط اما لائحه النادي الاهلي فهي تعظم جدا من دور الجمعيه العموميه ومجلس الاداره الزم نفسه بقليل من الصلاحيات ان صح التعبير بالظبط احنا حتى كل حاجه بقينا يعني بنرجع في الاخر للجمعيه العموميه تعظيم دور الجمعيه العموميه يعني احنا حتى في المواضيع اللي مثلا بتخص العضويه واسقاط العضويه وخلافه ده لازم يكون من خلال يعني بعد موافقه ثلثي المجلس لازم يتعرض على الجمعيه العموميه ويتم اعتماده واقراره من الجمعيه العموميه اي تعديل اي بنود في اللائحه لازم هنرجع للجمعيه العموميه في الاستثمار احنا بتيجي تنشا اي شركه لو عايز تعدل في النسب اللي تخص النادي الاهلي او الشركاء اللي داخلين مع النادي الاهلي ده مع الجمعيه العموميه فانت في النهايه انت عظمت دور الجمعيه بشكل كبير لان هو ده يعني المصدر القوه والثقه لدى النادي الاهلي ولدى جماهير النادي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي فده ده كان الهدف منها وفي النهايه برضو احنا عندنا حاجات كتير يعني احنا مثلا البند زي العضويه احنا قبل كده فيما سبق حتى في اللائحه في حاله رضا الحقيقه بين اعضاء الجمعيه العموميه عن صياغه المواد الخاصه بالعضويه بشكل كبير جدا جدا وظروف الزوجه والزوج الارمله والمطلق والاولاد الحقيقه يعني قفلت وسدت ثغرات كثيره جدا ويمكن كان مع حضرتك استاذ طارق قنديلي الاسبوع اللي فات واستفاض فيها بشكل كبير صحيح. لكن احنا يمكن اهم حاجه فيها احنا زي برضو ما في بدايه ما جينا وقلنا ان احنا تعظيم دور المراه وتعظيم دور الشباب عايزين نقول ان ده بيحصل مش بس في شغل المجلس الاداره لا ده بيحصل برضو حتى فيما ينعكس عليه في اللائحه بمعنى ايه ان احنا في العضويه كان في انتقاص كبير من حق
المرأة أو حق السيدة في بعض المواد التي تخص هي مادة العضوية، سواء في اللائحة الاسترشادية أو في اللوائح السابقة للنادي. يعني كان على سبيل المثال كان مادة أنا كنت بستغربها جدا، يعني حتة أن يبقى مثلا في عضوة واخدة العضوية من والدها، عضوية تابعة من يعني والدها. عضو أساسي عضو وتزوجت مثلا فهي طبعا حصل انفصال بعد ما أعطت لزوجها العضوية وأصبح هو عضو عامل وهي عضو عامل واحد بالظبط. حصل خدت العضوية بعد كده من جوزها. لو حصل مثلا انفصال وهو فصلها من العضوية ما بتقدرش ترجع للنادي تاني غير ما بتسدد كامل الاشتراك. فده طبعا كان ده شيء ظلم ظالم طبعا لان هي اللي مدخلاها النادي. فدي حاجه لا انت خليت دلوقتي ان هي ترجع تاني، يعني عضويتها ترجع تاني على والدها زي ما كانت بدون اي رسوم وبدون اي شيء. طبعا برضو نفس الشيء على حتى لو هي ما كانش عندها عضويه من الاول على المطلقه والارمله او اللي ليها ابناء، يعني برضو كانت حاجه غير منطقيه ان ابنها يبقى واخد العضويه من والده وهي تتفصل مثلا يبقى ابنها عنده 5-6 سنين يخش النادي وهي مش عارفه تروح معاه. حاجه مش منطقيه. فانت برضو ده يعني وكانت بتدي فتره 3 سنين عشان ترجع عضويتها تاني، دلوقتي احنا فتحنا المده خالص مبقتش يعني. فده كله حفاظ مكاسب وحفاظ على مكتسب طبعا. ده كان مختلف يعني، وده مختلف كمان عن اللائحه الاسترشاديه. ف الغريب ان البعض بيحاول اثاره الفتنه يقول لك ايه ده هم بيحسبوا مدينه نصر فرع، رغم ان الصياغه اللي اتت في اللائحه فيما يتعلق بالعضو الاصلي اللي هو عضو الجزيره ومدينه نصر والعضو العامل اللي بيستكمل التزاماته الماديه في الشيخ زايد والتعامل مع مدينه نصر كالجزيره اكثر من رائعه باشمهندس محمد. يعني فعلا اللي بيصطادوا في الماء العكره مش عايزين يدوا فرصه انه النادي يطلع بهذه اللائحه الى النور ويستكمل هذا النجاح اللي تحقق من خلال الحوار المجتمعي. بالظبط يا استاذ شريف، ودي حاجه يعني احنا مش هنروح بعيد. احنا كنا في ندوه او في لقاء المفتوح مع الاعضاء في مدينه نصر كان يوم جمعه، وسمعنا الجميع الاراء وجميع الناس، وكان في المعترض على بعض الحاجات، وكان والناس كلها سمعناها بمنتهى. والكابتن يمكن ساعتها وعد الناس وقال ما فيش مش هيتفتح اي عضويات ده المجلس الحالي فرق. وقف ضد يعني قرار اللائحه الاسترشاديه بتعمل مع كل الفروع كفروع منهم مدينه نصر. بالظبط. وكان في موافقه من الجهه الاداريه في عهد المجلس السابق له كل الاحترام انه ممكن اذا اردت انك تزود مواردك الماليه تاخد عضويات، كانوا موافقين على 500 عضويه في مدينه نصر بحيث انه يدخل بس مدينه نصر بمبلغ اقل. صح. وما يرتدش الجزيره وما يكونش عضو عام. فالحقيقه المجلس بقياده الكابتن محمود الخطيب رافض هذا المبدا طبعًا تماما طبعًا. وامن وحصن ده في اللائحه اللائحه النظام الاساسي حتى لا نعطي الفرصه حتى لاي مجلس قادم ان هو يفكر هذا التفكير. بالظبط. وقال له مدينه نصر مكتظ، مدينه نصر شانه شان الجزيره، مدينه نصر له مركز قانوني. العضو في استاذ شريف مدينه نصر هو الحق العضو في الجزيره. انت بالزبط. يعني نفس الحقوق بالظبط ونفس يعني كل حاجه بتنص على الجزيره هي بتنص برضو على طبعًا. مدينه نصر ده وفق القانون احنا ما نقدرش نخالف ده ولا هنغير ده. تمام. وحتى احنا قلنا يعني في يوم من الايام لو تعذر اقامه الانتخابات في الجزيره لاي سبب بالظبط، فاحنا يعني ما اعتقدش ان في حاجه يعني فيها تفرقه او فيها واحنا كمان ده وفق يعني احنا لما رحنا او اللجنه راحت للجنه الاولمبيه في اللجنه المركزيه وجم اللجنه الاولمبيه برضه شرفونا المهندس هشام حطب والمستشار محمد المرداش شرفونا جدا طبعا. ده انت برضه عايز تقنن كل حاجه انت بتعملها، فده كل اتسال يعني سئل حصلنا على فتاوى سالنا الناس كلها فيه وكنا عايزين يعني نعطي اكبر الحقوق للاعضاء النادي الاهلي سواء بقى الجزيره سواء مدينه نصر سواء الشيخ زايد ده يهمنا. لكن مش هينفع نعمل حاجه تبقى مخالفه وحد يجي مثلا بعد كده يطعن او يعمل مشكله يبوظ اللائحه كلها. صحيح. طيب عايز اكلمك عن جانب انت مهتم بيه جدا في مجلس الاداره وكمان في اللائحه، البنود الخاصه بالاستثمار. وهنطلق في سؤالي من مؤتمر حضرته ومثلت فيه النادي الاهلي، كانوا 4 على مستوى العالم موجه لهم الدعم من نادي ريال مدريد في مدريد في اسبانيا. بالزبط. عن صناعه كره القدم. بالظبط. قبل ما نتكلم بالتفاصيل عن بنود الاستثمار في اللائحه، ايه موضوع المؤتمر ده وانت عملت ايه في مدريد؟ واعتقد ان احنا معانا جزء من المؤتمر هنشوفه بعد حضرتك ما تقول لنا فلسفه المشاركه يعني. لا خالص، هو طبعا انت عارف الحمد لله اسم النادي الاهلي عالميا اسم قوي جدا وكبير جدا. وده انا لمسه من زمان، يعني احنا الواحد بحبه وانتمائه للنادي الاهلي من الطفوله هو دايما بيبقى منفتح على الانديه الاخرى او على العالم. او حتى انا سافرت في ريال مدريد عشان ادرس ماجستير الاداره الرياضيه هناك الحمد لله واخدته من هناك.
اما كنت بروح هناك في الجامعه. الماجستير بتاعك في الاداره الرياضيه يا باشمهندس محمد؟ اه في ماجستير. كوادر النادي الاهلي بقى، والدكتوراه تبقى في ايه ان شاء الله؟ لا هو انا عامل 2 ماجستير، واحده في اداره المشروعات الهندسيه الجامعه الامريكيه، وواحده ثانيه اللي هي الاداره الرياضيه من ريال مدريد. لا في الهندسه ان شاء الله الدكتوراه. فيعني فطبعا انا اكيد استفدت منها كتير، بس انا على مدار بقى الثلاث اربع سنين اللي فاتوا لما كنت بدرس وبسافر وبروح وكده، قبل ما اكون عضو مجلس اداره في النادي الاهلي، لا انا بلمس ده فعلا بقوه. الناس كلها اسم النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي قوي جدا بره. الناس يعني انت تبقى فرحان فخور، الناس يعني بتتكلم عليه يقول عليه ده ريال مدريد افريقيا، والناس عارفه ان النادي الاهلي قد ايه كبير وقد ايه نادي بطولات ونادي عظيم. فانت بتبقى نفسك تبني على ده يعني تمسك الخيط ده وتبني عليه. ويمكن ده برده كابتن محمود مهتم بيه جدا، وجزء من الملف بتاعنا اللي هو المشاركه بقى العالميه والملف العالمي، ان انت ازاي تاخد خبرات من الانديه الكبيره دي، ازاي تاخد خبرات مش انديه بس، من مؤسسات برده تعليميه كبيره وبره زي الجامعات الرياضيه، ان انت ممكن في يوم من الايام ان شاء الله تنفذ ده عندك في النادي الاهلي. فيمكن الملف ده يمكن كان الكابتن مسؤول عنه المهندس خالد مرتجي طبعا، وعامل فيه فيجن هايله، وانا موجود الحمد لله معاه في الملف، ومعنا كمان دكتور رانيا موجوده في الملف، كابتن رانيا الوادي طبعا كابتن مدي الملف لينا يعني. والحمد لله بدانا ان احنا يعني نعمل فيه شغل كويس. وكانت الدعوه دي يمكن جايه من حوالي 3 شهور او 4 شهور، شهر 5 كان في مؤتمر كبير في بينظمه ريال مدريد، نادي ريال مدريد اسمه صناعه كره القدم حول العالم، ويمكن في واحد برضه هنتكلم عليه الاسبوع الجاي بنفس المسمى لكن منظم الاتحاد الاسباني بالظبط. وده اللي مجلس الاداره قرر افاد كل من مع حفظ الالقاب حسام غالي محمد فضل امير توفيق لحضور هذا المؤتمر بالظبط. ده برضه جزء كان من الشغل لمجلس الاداره وشغل الملف اللي مكلفين بيه من كابتن محمود. ويمكن انا بالتعاون مع المهندس خالد ودكتور رانيا بدانا نشتغل على الملف ده، ويعني والحمد لله يعني يمكن كان المهندس خالد ليه رؤيه في ان هو يختار مؤتمر بتاع صناعه كره القدم حول العالم في مدريد، واشتغلنا عليه بشكل كبير وخلاص يعني. هم يمكن طالعين يوم الاحد ان شاء الله هيشاركوا فيه خلاص هم الثلاثه، لان انت برضو عايز يعني انت الهدف من العالميه ايه؟ مش ان انت بس مثلا تعمل مباراه وديه مع فرق عالميه، لا مش هو ده الهدف فقط، انك تدرس التجارب، تدرس انك تشوف ايه اللي يصلح لتطبيقه في مصر في النادي الاهلي بالزبط. علشان تتقدم بناديك وتضعه في مصاف الانديه العالميه بالظبط. فانت لازم تدرس ده ولازم مش عايشين في جزر منعزله، ده النادي الاهلي بالظبط، ولازم تشتغل على ده. فانت تشتغل ازاي؟ ان انت بتبعت الكوادر الاداريه والشبابيه اللي عندك، زي ما امير توفيق ماسك دلوقتي اداره التسويق، شاب هايل جدا ومتميز طبعا جداً. وابن النادي الاهلي وعنده خبرات كبيره في هذا المجال طبعا، زي كابتن فضل، زي كابتن حسام لسه في السن اللي هم في الشباب وعايزين هيطلعوا ياخدوا خبرات اداريه تاهلهم اكتر في النادي الاهلي. فده كله يعني ده بيبقى فكر مجلس الاداره وبس. فانا رجوعا ايه رايك تيجي نشوف جزء وبعدين نرجع نكمل مشاركه المهندس محمد سراج في مؤتمر صناعه كره القدم اللي انعقد في مدريد بدعوه للنادي الاهلي، وكان هو ممثل النادي الاهلي ضمن اربعه على مستوى العالم الحقيقه في هذا المؤتمر، والقى كلمه مهمه. نشوف جانب من المؤتمر ونرجع نستكمل هذا الجانب واهميته وعلاقته بلائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي والاستثمارات اللي بيسعى الاهلي ان شاء الله لتحقيقها في المرحله المقبله. The next speaker knows well about this because a few years ago, I think it was more or less there, sitting in the third row, a student came to me during the White Week and said, hey, Pedro, I want to share with you a dream. And he used the word dream. You know, they say, no, make it a vision, make it goals. He said dream. So for me, it is great, 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 and a special honor to introduce you to Mohamed Seragheldin. Thank you so much, Mohamed. Thank you. Another club can offer much more money, but players like have the affiliation towards the Ahli more because of the foundation, the history of the Ahli. It's like a source of pride for many fans in Egypt and many players. Also, sharing the economy, it's not a challenge, but I'm expecting in future wise that sharing the economy will happen because teams will begin to have problem at the financial levels. So I think some sort of sharing economy for the facilities, for the training facilities will happen with maybe investor or big team that will share its facilities with other smaller teams to mitigate the recovery cost of training facilities and this.
And as well, I'm suggesting like making a historical international tournament. Why not to be done by FIFA or something every 2 years or every 4 years between the biggest teams worldwide, which has a big history, and as well as it has a big, achieved a lot of trophies and awards. So this can, from my point of view, can give some a good benefit and can enrich the historical team to go more, and as well it will make a good social and economical benefit for the federations like the African Federation or Asian Federation. It will make a good benefit on this team. And yes, thank you. طيب هؤلاء هم سفراء النادي الأهلي الذين يمثلون هذا الكيان العظيم في المحافل الدولية. المهندس محمد سراج متحدثا في مؤتمر صناعة كرة القدم من نظام نادي ريال مدريد. أنا بعتقد وحضرتك تصحح لي أنه المشاركة في مثل هذه المحافل بيكون لها هدفين رئيسيين. الهدف الأول هو عرض تجربة النادي الأهلي كنادي رائد ويعني كيان كبير له وضعه عالميا، صاحب بطولات وتاريخ عريق، بالإضافة إلى الخبرات اللي حضرتك بتكتسبها والاطلاع على تجارب الآخرين من أجل دراستها وبالتالي مدى تطبيقها أو ملائمتها للواقع عندنا نطبقه. ده مهم جدا، والحمد لله برضو زي ما بقول لحضرتك كان شرف كبير النادي الأهلي برضو يجي له الدعوة دي. احنا كنا بنمثل أفريقيا يعني برضو احنا المؤتمر ده كان فيه 4 قارات، أوروبا وأفريقيا، وكان أوروبا بيمثلها مدير التسويق في الدوري الأسباني، كان أمريكا الجنوبية بيمثلها رئيس رابطة المحترفين في الدوري الأرجنتيني، وكنت أنا عن أفريقيا عن النادي الأهلي طبعا. فدي حاجة أنت كنا بنتكلم على النادي الأهلي كنادي، كتاريخ، كوضع، كمبادئ، كفيجن قدام عايز تعمل إيه، كوجودك في أفريقيا، كتحديات بتقابلك، كل ده اتكلمنا عليه. واللينك ده لازم يفضل موجود، يعني لازم تبقى في اللينك طبعا عندك علاقات، لان زي ما احنا بنقول احنا بنرجع لللائحه والاستثمار. ما هو ده اللي كان سؤالي، كلمني بقى عن الاستثمار من خلال هذا الاطار. ايه اللي النادي الاهلي بيسعى لتحقيقه، طموحاته فيما يتعلق بالاستثمار في كره القدم والرياضه بشكل عام، خصوصا انها اصبحت صناعه مهمه جدا؟ لا طبعا، يعني هو الاستثمار احنا برضه عايزين نقول ان احنا اضفنا، يعني ده كان من ضمن الاضافات اللي كانت موجوده، ودي برضو انا شايفها بصراحه تختلف تماما عن اللائحه الاسترشاديه وتختلف عن اي لائحه، ان انت كونت وخلقت باب كامل للاستثمار. يعني احنا كان اللائحه الاسترشاديه اعتقد فيها 2 للاستثمار، قانون الرياضه برضو نفس الفكره. لا انت اشتغلت عملت باب كامل للاستثمار في حوالي 8-9 مواد بيتكلموا على الاستثمار بشكل كبير. انت كان قبل كده دايما في اللائحه الاسترشاديه او قانون الرياضه يقول لك مثلا تعمل شركات ليها علاقه بالخدمات الرياضيه بنسبه كذا، او ممكن ما حددش النسبه وخلاص، ماده او مادتين وخلاص، وتفتح مثلا الاسهم الباقيه للجماهير او اللي عايز يشارك. انت هنا اولا عملت ليها باب كامل في اللائحه بتاعتك، حددت، ودي شايفها اهم حاجه، حفاظا على هويه النادي الاهلي، ودي يعني اكتر حاجه تهمنا، حفاظا على هويه النادي الاهلي. انت حافظت لنفسك ب 51% ونسبه 51% ثابته في اللائحه، يعني 51% دي ثابته في اللائحه بتاعتك، دي اللي بيملكها النادي الاهلي. البعض يقول لك نزلوا ليه من 66 ل 51 كده مش هيبقى نادي الوطنيه وانه مملوك لينا كاعضاء وكجماهير وكده. هقول لحضرتك احنا في الاول طبعا كانت 66، وزي ما تطرقنا للورش والمقترحات كان في ورشه دكتور فاروق الاوليين طبعا حضرتك كنت حاضرها وحضرها يعني قامات كبيره في الاقتصاديين والاستثماريين، وهم يعني من ضمن الحاجات المقترحات قالوا ان الحصه الحاكمه 50+1، الحصه الحاكمه 50+1، وممكن كمان تكون اقل من 50%. ولكن في النهايه تكون الملكه وصناعه القرار لدى النادي الاهلي، فدي احنا محافظين عليها سواء ال 51% او الحصه الحاكمه. ال 51% برضه عشان الناس تبقى مطمنه عمرها ما هتتغير، غير يعني انت بتيجي تنشئ شركه بقى وتبدا شركه لازم هتروح الجمعيه العموميه تاني، فانت مش هتغير ده غير برضه بموافقه الجمعيه العموميه، فانت بتحافظ على هويه النادي الاهلي، ده رقم واحد. رقم 2 ان انت عايز تخلق بقى شكل جديد للاستثمار، تبدا تفتح شركاتك. انت حاطط هنا مش بس ان انت تاسس شركات زي شركه كوره او شركه تسويق او او او، لا انت برضو عامل مستشفيات
طبيه، عامل جامعات، جامعه رياضيه، ده كل ذلك الحق هنا في الاستثمار. موضوع الجامعه الرياضيه ده كان مقترح من احد الاساتذه في الشيخ زايد. شفت اعضاء النادي الاهلي وانت اتكلمت معاه وكنت سعيد هي كان موجوده في المقترح بس هو طورها وطلب انها تتحط في مكان يعني الحقيقه الاعضاء هم اللي صنعوا لائحتهم. طبعا 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 وده فعلا وده اتحط هنا في باب الاستثمار. وكمان اداك هنا الاستثمار بقى الحاجه الجديده ان انت ممكن كمان استاذ شريف تحط انت اسهم او تشارك في شركات اخرى كمان. يعني انت كنادي اهلي مش بس انت بتحط، لا انت ممكن تروح لشركه مثلا رياضيه لنادي مثلا بره مصر عالمي او كده وتخش بشيرز معاه. ده برضو اللائحه او باب الاستثمار بيديك الحق في ده. برضو الحاجه الكويسه ان انت فتحت يعني 51% دي تخص النادي الاهلي، الباقي النسبه انت مدي اولويه للاعضاء النادي، ان هم اعضاء النادي ان هم يخشوا لهم اسبقيه واولويه. اسبقيه ان هم مثلا لو ما تغطيتش ال 49 من الاعضاء هتفتحها للجمهور بشكل عام. يعني ليه برضو ده يعني انت هدي اكبر ضمانه انه الاهلاويه مطمئنين على ملكيتهم لناديهم. بالظبط يعني. هتفتح للجمهور طبعا في الاخر، بس انت بتدي برضو الاولويه للاعضاء. 49% طبعا نسبه كبيره فهي مش هتغطى بالكامل للاعضاء، فهيبقى في نسبه اخرى للجماهير. بس انت بتعمل ده ليه؟ عشان برضو تحافظ على هويتك، ان انت في الاخر هتلاقي نفسك ال 66 دي وصل لها بالنادي الاهلي واعضاء يعني. فالناس تطمئن من هذه النسب ومن هذه الرؤى، خصوصا ان الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هي اللي هتقرر كل شيء فيما يتعلق بانشاء الشركات، مش مجلس الاداره ولا اي جهه منفصله. انت برضو احنا كان ممكن نعملها 75 طب في المية، ليه ما عملناش 76؟ 76 دي كانت خلاص انت ما ترجعش خالص لاي جمعيه وتاخد قرارك على طول. بس انت برضو هي اقتصاديا واستثماريا، لو انا عندي مشروع مثلا بمليار، لو انا نسبتي 70 ولا 60 مطالب ان انا احط 700 او 600 مليون. فانت برضو مش عايز تحط عبء على النادي قوي قوي في النسبه الكبيره دي كانت مثلا شركه كوره او شركه تسويق، وفي نفس الوقت تحافظ على هويتك بال 50 زائد 1 اللي هي الملكه في ايدك انت. فده اللي كان اللي احنا عايزين نوصل له، والحمد لله يعني وصلنا له في اللائحه. راضي كل الرضا باشمهندس محمد؟ يعني بعد ما رجعتوا في مجلس الاداره المواد بعد تم تعديلها وبعد ما دفعت ليك ولجنه الصياغه بيها، في حاله رضا داخل المجلس؟ الحمد لله يعني المجلس يمكن في حاله رضا كبيره. يعني احنا زي ما قلت لحضرتك احنا في اخر اجتماع يمكن لينا، رغم انها بتنتقص ربما من بعض صلاحيات كانت ممنوحه للمجلس في اللائحه الاسترشاديه. لا ما خالص، بالعكس هي حتى يعني في حته الاعضاء مجلس الاداره وفي التشكيل والكلام ده انت يعني كان عندك فعلا مميزات ممكن تكون موجوده قبل كده، زي في ابرام العقود مثلا، لا خلاص انت ما بقتش في مده لا تتجاوز مده مجلس الاداره، زي ما قلت حضرتك في الحاجات اللي هي ليها اسقاط عضويه او كده انت بترجع للجمعيه العموميه، الكلام ده كله انت معظم في دور الجمعيه العموميه، لجنه التظلمات الخاصه بالاعضاء، مفيش حاجه اسمها عقاب عضو داخل وخارج النادي، انت لغيت التعيين تماما، كل ده جمعيه عموميه وتم اسقاطه، التعيين اتلغى مثلا، مجلس الانتخاب اتلغى، مجلس الانتخاب اتلغى، التعيين ده كان جزء مثلا من كان المجلس الاداره اللي جاي هيعمله ان هو يعين اللي هو عايزه، لا انت شلت خالص التعيين برده وخليتها هي كلها انتخاب لنا. فانت في النهايه الحمد لله في حاله رضا تامه، لان احنا مش ده اللي باصين له، احنا باصين الحاله العامه، الناس مستريحه للبنود ومستريحه للمواد ولا لا، ومصلحه النادي الاهلي فوق كل اعتبار. بالظبط يعني المصلحه العليا للنادي احنا شايفينها كجمعيه عموميه في هذه الصياغه، وبالتالي مطالبين بان احنا نقول راينا او القول الفصل زي ما قلت في المقدمه بشان هذه اللائحه، يعني خصوصا انه زي ما الاستاذ ابراهيم حجازي قال وزي ما المهندس خالد مرتجي قال انه تم ما يشبه التصويت على كل ماده ماده مسبقا. دكتور محمد دي حقيقه دي حقيقه يعني انت خدت كل ماده، ما يعني احنا كان في ورش فعلا بنقعد يعني فيها بالخمس وست ساعات وتسمع ماده ماده وتسمع ليه، وانت عايز ده يعني عايز توصل لافضل شيء ممكن. فلازم طبعا يعني هو يمكن اخر مجلس لينا كابتن محمود قال لنا يعني احنا الحمد لله كلنا ما قصرناش في الموضوع ده، صحيح عملنا اللي علينا، هو مشكورا يعني شكرنا ان احنا عملنا اللي علينا في ان احنا نسمع الناس ونشوف الاراء ونقعد ونعمل، في الاخر خلاص انت بتسيب الموضوع على ربنا وعلى اختيار اعضاء النادي. طيب انتوا تعبتونا الحقيقه الشهر ونص دول يعني انا مشفق انا شخصيا بنهار يعني بعد ست اسابيع، فعشان كده يعني قلبي عندك ومشفق جدا على كابتن محمود الخطيب. يعني الحقيقه يعني الواحد لولا انه يبدو كلامه عنه انه نوع من الاطراء يعني او المجامله او كده
هذا الرجل ينتحر بكل ما تحمله الكلمة من معنى من أجل رفعة النادي وفي صمت وبيتحمل الكثير الحقيقة وبيستوعب الجميع وبيسمع الكل. الواحد ما بقاش عنده طقطان الحقيقة يتناقش مع شخص ولا اتنين في اليوم، والكابتن محمود بيعمل 50 اجتماع وبيستقبل 1000 تليفون ويقف مع الناس وكم شغل وعمل. الحقيقة ربنا يكافئه خيرا يعني، وكل السادة أعضاء مجلس الإدارة على هذا العمل الدؤوب. وخليني اقول لك في الختام باشمهندس محمد، انه في تقديري انه الجمعيه العموميه، انا شخصيا كعضو جمعيه عموميه النادي الاهلي ما عنديش شك في انه الساده الاعضاء والزملاء هيزحفوا صوب الجزيره يوم 28 سبتمبر من اجل التصويت على هذه اللائحه لسبب بسيط جدا او لسببين. السبب الاول ان هو ده النادي الاهلي، حيثما كانت مصلحه النادي الاهلي تجد اعضاء النادي الاهلي. رقم اثنين انه الاعضاء مدركين ان هم عملوا حاجه محترمه جدا ولائحه تليق بنادي القرن وهم اللي صنعوها، وبالتالي محتاجين نؤكد العمل بها من خلال التصويت والوصول بنسبه مش 12.5%. يعني انا ان شاء الله عندي ثقه انه هيكون رقم تاريخي يعني، ان شاء الله هي 12.5 بس ان شاء الله تعدي. ما انا بقول لك هيبقى رقم تاريخي ان شاء الله يعني. لان النادي الاهلي دايما زي ما قلنا ليه رياده في كل شيء، فان شاء الله برضو يبقى هو اللي محقق اكبر رقم في ده. وبرضو احنا يعني اخيرا عايزين نقول بس حاجة، انه ان شاء الله اليوم ده برضو يبقى مختلف اكيد عن يوم الانتخابات. الناس تماماً طبعا عانت تماماً في راحة وسعادة وتيسير على كبار السن والشباب والكله، يعني الناس هتسعد باليوم ده. التنفيذية برضو بالعميد محمد مرجان يعني عامل خطة قوية جدا يعني حتى الدخول من البوابات بشكل يعني بوابات حتى اوسع من البوابات اللي كانت معمولة 4 متر عرضها قبل كده، في الانتخابات كانت 2 متر. في بوابتين للخروج، في بوابه للطوارئ. هو طبعا انا عارف هيجي معاك الاسبوع الجاي يشرح العمليه كلها برزنتيشن، وهنصور وان شاء الله زملاء في قناه الاهلي الخميس اللي جاي ممكن يطلعوا لايف من هناك ونعمل زي تجربه كده، الناس تدخل ازاي تخرج ازاي ويظهروا للساده الاعضاء يعني حجم العمل اللي تم يعني. وفي النهايه انا عايز بس يعني اناشد الجميع بقى انه احنا يا جماعه الانتخابات اللي فاتت جت ناس اتفقت على كابتن محمود وناس اختلفت على كابتن محمود، وجت ناس اتفقت على مهندس محمود طاهر وناس اختلفت. ودي سنه الحياه وللجميع لكن اليوم ده لازم كلنا بقى يعني نبقى موجودين. احنا ده مستقبل النادي الاهلي، فاحنا ننزل عشان نتفق على مستقبل النادي الاهلي يعني. وما فيش بقى اشخاص، ده دي لائحه النادي اللي انتوا عملتوها بنفسكم، فلازم تنجحوها ان شاء الله باذن الله عشان يقدر تبقى بدايه انطلاقه لمستقبل صحيح. جديد للنادي. وما يصحش ان النادي الاهلي اكبر نادي يعني في الشرق كان بلائحه استرشاديه مع كل التقدير له، لان اللائحه دي معموله لانديه صغيره وانديه كبيره وما فيش خصوصيه فيها النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي الان تميز بلائحه يشار اليها بالبنان، فان الاوان ان يحكم النادي الاهلي بلائحه صنعها ابنائه. كل الشكر والتقدير لضيف الكريم المهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي ولحضراتكم، ومستمرون معكم ان شاء الله يوم الاحد بقى، لانه الجمعه والسبت اجازه. السبت طبعا عندنا ماتش هورية كوناكري الغيني في دور ربع النهائي. كل الامنيات الطيبه للفريق الاول لكره القدم بفوز مريح ان شاء الله واداء طيب، ونلتقيكم يوم الاحد باذن الله. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.